السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، أهلا بكل الناس في برنامجكم صوت الناس. النهاردة عايز أبدأ مع حضراتكم بالرجوع لورا 8 سنين علشان بس أقول لك إرادة الشعوب بتعمل إيه، خاصة إن في الوقت ده لما اتكلمنا اتهمنا إن إحنا بنطبل، مع إن واحد زي حالاتي نزل الشارع وشاف الناس لما تنزل للشوارع علشان تحافظ على إرادتها بيبقى شكلها عامل إزاي. واحد زي حالاتي مشي في الشارع وجنبي ست عندها 70 سنة وزيادة ماسكة في ايدها عصاية غالية ولا مقشة وبتقول وسعوا انا رايحة اشوف الانقلابيين المجرمين اللي عند مطار اتاتورك عشان اربيهم عشان اهاليهم ما عرفوش يربوهم، انا نازلة عشان رئيسي المنتخب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان قال لي كده. وقتها طلعت تاني يوم وكنت أول بس برضو على مكملين بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. نمنا بالليل وصحينا الصبح ما كانش فيه انقلاب، كانت فيه بؤر وجيوب وكان فيه شعب وقيادة واعية متلحفة بشعبها، واللي مش عارف يعني ايه متلحفة بشعبها يعني مستغطية بشعبها معتزة بيه. واقفة القيادة في الشارع ووقفة الناس في الشارع والجنود المخلصين للوطن بيعلموا الجنود والضباط والقيادة والجنرالات الخونة ان الوطن مش لعبة وان الوطن مش عرضة لكل واحد عنده طموح او لكل واحد خاين بياخد اوامر من بره عشان يجي ينقلب على ارادة الشعب. يوم عشته للتاريخ ولله، شفت اليوم ده بنفسي وشفت احداث ويومها واحداث ايام بعدها كانت الكلمة فيها للشعب، كانت الشعوب واقفة في الشوارع بتقول حرية، كانت الشعوب واقفة بتقول رحنا الانتخابات وجبنا رئيس وزراء وبنثق فيه. الكلام ده لما قلناه واحنا في تركيا اتقال بتطبله، طب يا سيدي انا مش في تركيا وبقول لك ان الشعب التركي يوم 15/7/2016 عمل عظم، عمل عظم لما نزل دافع بدمه عن حريته وعن اختياراته وقدم مثل ضرب مثل للكل ان الديمقراطية لازمها ناس تحميها، وقال ان الدم مش اغلى من حرية الاوطان. الشعب التركي في اليوم ده كان صوته عالي زي ما كانت برضو ابواق المجرمين في مصر وغيرها اصواتهم كانت عالية. افتكر صديق ليا كان جاي في اليوم ده وكان في مطار القاهرة الله يرحمه، هو عند ربنا دلوقتي، قال لي انا شفت الضباط في مطار القاهرة بتهني بعض وبتوزع حلويات ويقولوا خلاص اردوغان حصل مرسي، ولكن ما كانوش عارفين ان في ارادة تانية بعد ارادة الله او من ارادة الله، ارادة الشعوب الغلابة اللي جربت الانقلابات العسكرية فقالت لا لن تمروا الا فوق هذه الاجساد، وفرشوا نفسهم الأتراك على الأرض قدام الدبابات. ومشهد شفته وكان معايا أصدقاء في اليوم ده واليوم اللي بعده، وافتكر الشيخ عصام طليمة وافتكر زمايلنا لما نزلنا الشوارع وشفنا الناس وهي رايحة على المطار، لأن الرئيس رئيس الوزراء البشكان في الوقت ده قال إن أنا رايح المطار، وصل الرئيس المطار والشعب كله هناك، بينما كان المطار اصلا اتسيطر عليه من قوات الخونة الانقلابيين ولكن تم ردعهم بايد الشعب، ونزل الرئيس ودخل الناس استقبلوا رئيسهم وطلعوه. وايه اللي حصل؟ محدش مس ختم ولا ورقة كانت موجودة في المطار في اليوم ده. في اليوم ده شفنا الشعوب وشفنا تمثيل وتجسيد البيت الشعر اللي بيقول اذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر. كان زي النهاردة بيستجيب القدر لإرادة شعب أراد الحرية وحافظ عليها. ومرت الأيام والرئيس خسر انتخابات اسطنبول وخسر أنقرة ورجع تاني خسرهم ودخل إعادة، وعادي جدا ديمقراطية، وده اللي كنا عايزينه في مصر ديمقراطية. احنا مش بدع من الشعوب واحنا مش شعب متخلف ولا همجي، احنا دولة صاحبة حضارة ودولة متقدمة. عايز افكرك بس الناس بتشوفك ازاي. في مسلسل عبد الحميد اللي انتوا تابعتوه انا عارف كنتوا بتشوفوه على مكملين وغيرها،
لما بيسألوا السلطانة مرات السلطان عبد الحميد عن الأصل والنسب، قالت لهم أنا بعد ما بقيت حاكمة في الدولة العثمانية وبحكم مصر محدش يسألني عن أي حاجة، لأن مصر دايما كبيرة. والله أنت بس مش واخد بالك، طول عمر مصر في التاريخ وفي الجغرافيا وفي الواقع وفي الثقافة وفي الحاضر وإن شاء الله في المستقبل كبيرة، بس الأقزام اللي عندك بيخلوها صغيرة عشان تبقى على قدهم. علشان كده طلعت أبواقهم النهاردة تقول الشعب التركي أزاح أردوغان، صفعة جديدة تقضي على الإخوان المسلمين، ها هو الجيش التركي ينتصر للإرادة الشعبية. زي كده ما قالوا لك إن اللي حصل في 3/7/2013 كان إرادة شعبية، والله الإرادة الشعبية منه بريئة، إنها إرادة إماراتية سعودية إسرائيلية وربما بعض الدول الأخرى، ولكنها ما كانتش إرادة شعبية. ده اللي قاله نتنياهو، وده اللي قاله محمد بن زايد، وده اللي قاله عبد الله بن آل سعود بعد كده، إن هم كان ده دورهم يعني. بس ما علينا، خلينا نفتكر من 8 سنين إرادة الشعب في وجه إرادة الإنقلابيين والخونة، يوم انتصار إرادة الشعب. ليه الشعب يقدر؟ لأن هو صاحب الأرض وصاحب الحكم وصاحب السلطة، بيديها لمن يشاء بالانتخاب أو بالاختيار. فأنت تقدر تعمل كده كشعب مصر؟ طبعا طبعا، لا أنت أقل عين ولا أقل رجل، هي بس لما تيجي الظروف مواتية وتيجي الريح مع المركب في جهة واحدة هتشوف العجب في مصر، وقريب مش بعيد. عقيلة الرئيس رجب طيب أردوغان تحيي ذكرى محاولة انقلاب 15/7 الفاشلة. ده الخبر اللي بننقله لحضراتكم من على الأناضول، ودي وكالة الأنباء التركية. السيدة أمينة أردوغان بتحيي اليوم هي والشعب التركي 15 يوليو، يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، ذكرى محاولة الانقلاب اللي شهدتها تركيا سنة 2016. أنا فاكر اليوم ده في الشارع المكبرات بتاعت المساجد بدأت تكبر، وبدأت الناس معاها تكبر، وأتوبيسات النقل العام بقت تنقل الناس وتاخدهم على الأماكن اللي فيها الانقلابيين. وشوف بقى، والله كان المشهد كده، شعب أعزل قدام جيش معاه أو جزء من الجيش، معاهم سلاح، معاهم دبابات، طيارات بتقصف، ضربت الجسر على البوسفور، ولكن سبحان الله كانت إرادة الناس غلابة. جابر الحرمي الزميل الإعلامي أو الزميل الصحفي القطري كتب عن الذكرى دي في وقال 12 ثانية غيرت مجرى الحياة السياسية في تركيا، ليلة الكرامة التركية أبهرت العالم. فعلا 12 ثانية. أفتكر الرئيس أردوغان لما مسك تليفون لصحفية معارضة بتشتغل في قناة معارضة ولكنها تحب البلد وتحب الديمقراطية وتقدر وتحترم إرادة شعبها، اتصلت بالرئيس، الرئيس مسك التليفون وقال على الشعب التركي أن ينزل إلى الشوارع، الدبابات والقوات التي في الشارع التركي ليست قوات جيشنا ولكنها قوات انقلابية، انزلوا للشوارع والمطارات والميادين. استجاب الشعب وانقلبت الصورة. شايفين الراجل ده؟ ده كان زمانه رئيس تركيا لو نجح الانقلاب، وطبعا طبعا لو نجح كان قال لهم تركيا هتبقى قد الدنيا وام الدنيا وصحيح والكلام ده كله، ولكن مسكوه من ودانه. والله كان انا شفت ودانه دي كانت يعني حاجة فظيعة، هم مسكوه من ودانه وقالوا له لا، احنا شايفين اللي بيحصل في مصر، واحنا عشنا انقلاب عدنان مندريس، وعشنا انقلاب قبل كده عملوا اللي عملوا قبل كده في على اسمه ايه، قولوا معايا، اربكان، فمش عايزين. شكرا، متشكرين ليك جدا. محمد المختار الشنقيطي استاذ السياسه بيكتب عن الموضوع وبيستذكر هبه الشعب التركي، كتب على منصه اكس التدوينه اللي قدامنا دي، استوعب الأتراك درس رابعة، فهبوا ضد الانقلاب الغادر حتى لا يذبحهم عساكر جبناء عملاء كما ذبحوا أحرار مصر وأبرارها. تعال بقى أوريك المشهد
اللي هتشوفه ان شاء الله بعينيك في كل خاين ومجرم، حصرة الجنرالات الانقلابيين. طبعا الجنرالات دول كانوا محضرين شنط ذهب وفلوس علشان يقولوا أردوغان قبضنا عليه وهو بيحاول يهرب بالذهب والفلوس فقتلناه، كانت دي الخطة. ولكن هكذا أرادوا، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى وأراد الشعب التركي شيء آخر، وكان الشيء الآخر. فرجعوا بقى بيجروا ذيول الخيبة والحسرة. وكان من أبطال اليوم ده بالمناسبة حكان فيدان، أو هكان فيدان، واللي هو دلوقتي وزير الخارجية التركي، وقتها كان على رأس الميت اللي هي المخابرات التركية. تعال شوف بقى الجنرالات اللي كانوا بيمنوا نفسهم انهم يبقوا رؤساء وزعماء، ولكن أراد ربنا أن ينقلب عليهم الحال ويبقوا هم المجرمين الخونة قدام العالم وقدام الشعب ويتم إذلالهم. صحيح قوات وقفت لقوات، قوات وطنية وقفت لقوات خاينة، وقدرت ترجع المسار الديمقراطي مرة تانية. ينجح أردوغان بقى ما ينجحش أردوغان، مش دي الفكرة. فكرة أن يفضل الحكم باختيار الناس وإرادة الناس، الفكرة أن يفضل المواطن ليه رأي، مش زي اللي عندنا. أفكرك باللي عندنا من 8 سنين وزي النهاردة طلعوا في صحفهم بالليل وفكروا أن الموضوع هيبقى زي ما هم عايزين، كتبوا المنشطات ولكن ما قدروش يغيروها لأنهم كانوا طبعوا، والصفحات طلعت تاني يوم ومفيش انقلاب، وفضلت الصفحات بتحمل غلهم والعار اللي على الإعلام في مصر حتى النهاردة. الأهرام، الجيش التركي يطيح بأردوغان. المصري اليوم، الجيش التركي يطيح بأردوغان الدبابات في الشوارع وإعلان حالة الطوارئ وبيان للقوات علاقتنا مع العالم مستمرة. نسيت أقول لك إن الأهرام كتبت الجماهير بتحاصر مش عارف إيه. انقلاب في تركيا، ده كان عنوان أخبار اليوم. الجيش يعلن تولي السلطة لحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان. أردوغان يدعو المواطنين للنزول الشارع ومساندة الشرعية. الوطن، الجيش يحكم تركيا ويطيح بأردوغان. وكل ده ذهب هباء. طلعت الصبح يا مؤمن ولا انقلاب ولا خونة، وقدر الشعب يرجع الإرادة مرة تانية ليه هو، عشان هو يبقى صاحب القرار. تعال نفتكر مع بعض سكاي نيوز الإماراتية لما كانت بتجود أكتر من الإعلام المصري بصراحة زي النهاردة من 8 سنين، وقالت إن أردوغان طلب اللجوء في ألمانيا، وزي ما حضرتك شايف كده مسحوا التغريدة، ولكن كان في ناس شاطرة احتفظت لهم بيها. تعالى شوف معايا ازاي استقبل احد اهالي ضحايا الانقلاب اردوغان بعد ما فشلت محاولة الانقلاب، ورجع الصوت من راس الناس، مش من راس العساكر ولا من راس الامريكاني ولا الاماراتي ولا الاسرائيلي ولا الالماني ولا اي حد. شوف الصورة دي كده، شوف الصورة اللي فيها المواطن بيطمن على قيادته. مش هقول لك بقى على كنزه، على قيادته. أنا اخترت الراجل ده، أنا عايز الراجل ده، ويهمني الراجل ده مش عشان شخصه وبس، لأن ممكن بكرة يموت، ممكن بكرة يسقط في الانتخابات، بس الراجل ده بيمثل قيمة رأي الناس، إرادة الشعب. علشان كده إرادة الشعب حتى اليوم غلابة بعد إرادة الله سبحانه وتعالى. نتعلم إيه؟ تقدر، والله تقدر. أقول لك تقدر تعمل إيه؟ تقدر تعمل كل حاجة وترجع الكورة لملعبك أنت مرة تانية. أنت عارف أنت عملت إيه امبارح؟ أقول لكم، لأن في ناس يمكن ما تابعتش مع إني عارف إن المصريين تابعوا. امبارح يا سيدي الفاضل، ولما الناس لقت إن عبد الفتاح السيسي قافل عليها أبواب السياسة وأبواب التظاهر وأبواب الاعتراض وأبواب الانتخاب وأبواب الإعلام، فقال لك خلاص، مش انت كنت قلت اتعلموا البرمجة، فقرر الشعب المصري انه يبرمج عبد الفتاح السيسي، وكانت برمجة على اعلى مستوى. راحوا في شارع فيصل في منطقة الكوم الاخضر، وقرروا هناك يستخدموا احدى اللوحات الاعلانية لمعمل من معامل التحاليل، واستغلوها في عرض صور بتفكر الناس وبتفكر السيسي باصله. زي ما حضر، دي كانت صورة من اللي اتعرضوا امبارح. دي
كانت صورة من اللي اتعرضوا لعبد الفتاح السيسي امبارح. ايه المنظر كان امبارح؟ الشكل كان عامل ازاي؟ الناس كانت واقفة تصور ايه قدام معمل من معامل التحاليل في قلب فيصل، في قلب شارع فيصل في مصر الجميلة. شوف معايا المشهد ده عشان تبقى عارف ايه اللي حصل امبارح. كان المشهد ده امبارح في شارع فيصل، الشباب برمجوا او هكروا، سميها زي ما انت عايز بقى، برمجوا وهكروا، دخلوا على الشاشه وعرضوا عليها صور عبد الفتاح السيسي. اجري يا جدع، الحق يا جدع، في فضيحه، السيسي مفضوح قدام الناس. فينزل البوليس ويعمل حمله اعتقالات عشوائيه، عبي الناس من الشوارع، اركب يا ابن المش عارف ايه، هطلع مش عارف مين، انتوا مين؟ ليه؟ عشان يحافظ على صورة الزعيم القائد. ازاي الزعيم القائد يتم وصفه انه حرامي؟ انتوا ما تعرفوش انه حرامي ولا ايه؟ كانت الصورة امبارح بتقول كده، الصورة اللي كانت موجودة، انتوا ما تعرفوش انه حرامي ولا ايه؟ وبناء عليه تم اعتقال ناس كتيرة، والبعض بيقول قطعوا الكهرباء عن الشارع. تمام تمام، يسكتوا؟ لا، يسيبوا السريحة بتوعهم ويطلعوا العيال الملزقين، العيال اللي بتطلع على السوشيال ميديا، الولد ابو نضاره والولد ابو كرافات، عشان يقول لك ايه؟ هو انتوا كنتوا عايزين تعملوا ثوره؟ انتوا دلوقتي اخر حاجه عندكم يعني تهكروا شاشه؟ والتهكير ده من بره مصر؟ دايما اي حاجه لازم تحصل تبقى من بره مصر، خد بالك، عشان يدي احساس للمصريين ان هم ما يقدروش. لا يا حلتهم، اللي حصل ده من جوه مصر، لان الناس قرفت. قول النهارده هكر لك شاشة، بكرة الله أعلم هيلعب في إيه ولا يهكر لك إيه، كل واحد يخاف بقى على لغليغه زي ما قال لك عادل إمام قبل كده. اعتقالات عشوائية في شارع فيصل بعد انتشار الفيديو، الناس كانت بتحتفي بالفيديو ده كأنها طلعة العيد وهلال رمضان، الناس كانت مبسوطة إن بيتم فتحه قدام الناس كلها. والله العظيم كانت حالة من الفرح، والناس بدأت تشير، وبص يا جدع وا 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 هم عاملين عايزين يقولك لا انت ما تقدرش تعمل حاجه ومش انت. عموما تعالى شوف معايا تعليقات الناس على الفيديو، الفيديو اللي طلع عبد الفتاح السيسي المسرح. المحامي احمد حلمي قال ايه؟ ومن داخل شارع فيصل يوافينا اهلها بتفاصيل ما يحدث، وجاب عمل شير لواحد كاتب انا جنبهم بالظبط، ناس ببدل جت قلبوا الدنيا ووقفوا الشارع ونفضوا المحل والمعمل وخدوا اللي شغالين في المحل واللي في المعمل. ده بقى رد الفعل، رد الفعل انهم جم اعتقلوا الناس كلها. شوف تعليق تاني من حضراتكم، ايما قالت المشكله مش في تهكير شاشه العرض وبس، تاريخ المعلم عجوه القذر، لا المشكله مش في ده وبس، المشكله انها عرضت لمده ساعه متواصله بدون اي رد فعل ولا تحرك من اي جهه. دايما اقول دي مش دوله، ده سيرك وبيحكمها القرود. ده انت ولا روبي لما قعدت تقول ثلاث ساعات متواصله، الراجل فضل منشور عرضه كده ومفضوح قدام العالم كلها ساعه. عمرو واكد بيقول لك من يستطيع اختراق شاشه عرض اعلانات في الشارع اليوم غدا سيخترق شاشات التلفزيون، وبعد غد سيخترق شاشات تليفوناتكم، مساله وقت يا نظام يا فاجر. قلت لهم اتعلموا البرمجه. طيب اهو مش الشباب بيتمرنوا على البرمجه. اشرف مقلد بيقول اللي حصل في شارع فيصل ده سابقه جريئه جدا وتطور غريب في فكره المعارضه، واكيد الحل مش بالتنكيل بصاحب الشاشه ولا حتى باللي اخترقها، لكن الحل المنطقي والعقلاني والمفيد الوحيد ان النظام يقف مع نفسه لحظه قبل الامور ما تزداد سوء ونوصل لحاله مش كويسه. وانا باكد لك يا استاذ اشرف انه لا هيقف مع نفسه ولا هيقعد مع نفسه، هو مكمل في اللي هو بيعمله. سلافه مجدي بتقول ايحسب ان لن يقدر عليه احد؟ شاشه عرض على واجهه احد المحلات في شارع فيصل القاهره. طيب يا جماعه، الناس قعدت تتريق امبارح، الناس والله خدت الموضوع بتريق. كم الكوميكس اللي نزلت امبارح، وبعدين بقى لما هياخدوا الشباب اللي خدوهم علشان يحققوا معاهم، الشباب جابوا
مقطع كده من أظن فيلم قديم لمصطفى أبو سريع، وهو بيحقق معاه الضابط مين اللي عمل كده، وانت بتعرف في برمجة الكمبيوتر ولا لا. وده فيديو ساخر بيعبر عن حالة المصريين وثقتهم في قدرات الشرطة اللي هتقدر توصل لمين اللي عمل الاختراق ده في الشاشة. انا سألتني محرم ولا موزة، انت بتفهم في الكمبيوتر؟ انا خريج كمبيوتر ساينس في الاي او سي، واشتغلت سيستم سكيورتي. طب وده علاقته بالكمبيوتر؟ ده هو كمبيوتر نفسه. والعيال دول هنقعد عليهم انت؟ مش بسهوله، اصل يعني مش هنعرف نحدد موقعهم لان الاختراق تم ببروكسي. ده ايه يا فندم؟ ببروكسي. بروكسي يا اولاد اللذين، يعني كل المواضيع دي كانت بتتم في فرصه جديده واحنا مش عارفين. لا مش الميدان. اسمع يا لا. اسمع، اوعى تفتكر ان انا خريج الجامعه الامريكيه خالص، انا اخر المدرسه السعوديه، يعني كل اللي انا اعرفه عن الانجليزي كيس وشو. ممكن حضرتك هو ممكن حضرتك تهدى. ده الحال على فكرة في أحوال كتير أو في أماكن كتير أو في أوقات كتير بيكون فيها مسألة الإنجليزي، عشان أنتوا عارفين إن في بعض الناس والجهات في مصر عندها مشكلة في مسألة الإنجليزي. بس ما علينا، يعملوا إيه؟ يوم قايلين لك إن اللي عمل كده مش مصريين، اللي عمل كده سودانيين. يلا يا شعب ياللي عايز تمشي اللاجئين زي ما بيقولوا لك الضيوف، يعني عندك حجة مشي الضيوف علشان بيتطاولوا على السيسي. بس انا عايز اقول حاجه هنا، حسابات كتير من اللي هم بيقبضوا دول واللي شغالين مع احمد شعبان طالعين يقولوا ايه، دي اهانه لمصر واهانه للسيسي. هي اهانه للسيسي، انا معاكم، انا معاكم انها اهانه للسيسي عشان الشعب مستهيفه وحاطط شايفه في حطه في الحته الواطيه يعني. انما دي مش اهانه لمصر، دي مش مصر يا جماعه، دي مش مصر ابدا، ده عبد الفتاح السيسي والشعب بيهينه. انتوا بقى مش عارفين تعملوا ايه، فبتقولوا اصل والله ده السودانيين زي ما بتقولوا في الاخبار كده، والقبض على السودانيين، والسودانيين هم اللي عملوا كده. جابوا لنا الخبر يا شباب. لا مش السودانيين يا جماعه، ده الشعب اللي جاب اخره، الشعب اللي جاب اخره وزهق وطهق وقرف من حضراتكم. نقطه من اول السطر، اصل والله السودانيين ليه؟ عشان تخلي المصري ما يبقاش عنده القدره. لا المصري عنده القدره وشاطر وجدع جدا ومتطور جدا، انت بس اللي عايز تقوله انت ما تقدرش. لا هو بيقدر يعمل كل حاجه. يبقى ايه بعد كده؟ قال لك يا سيدي اعتقال سودانيين على خلفيه نشر فيديو ينتقد عبد الفتاح السيسي، وده خبر معانا بالفعل زي ما حضراتكم شايفينه. وبعد كده يعني ادي الخبر اهو، اعتقال سودانيين بمصر على خلفيه عرض فيلم يهاجم السيسي بشارع فيصل، وده يا جماعة نقلا عن مين؟ عن مراسلة بي بي سي بالقاهرة. مراسلة بي بي سي هي اللي قالت كده، وتم النقل عن طريقها. وبعد كده يا جماعة طلع، طبعا انتوا عارفين عندنا النفي شغال على ودنه، نفت وزارة الداخلية ان ده حصل، وانا بشكر وزارة الداخلية. هات لي الخبر بس بتاع وزارة الداخلية اهو. لا صحة لما تم تداوله على احدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشان القاء الاجهزه الامنيه القبض على سودانيين لقيامهم باعمال مسيئه وجري اتخاذ الاقرارات القانونيه. طب عظيم جدا، يبقى الداخليه بتاكد لك يا شعب مصر ان انت اللي عملت كده، انت اللي اخترقت، وانت اللي فضحت السيسي وحطيته قدام نفسه بحقيقته انه حرامي، زي ما كانت مكتوبه على الصوره. صوره والله كانت زي دي كده ومكتوب عليها ايه؟ انتوا مش عارفين ان انا حرامي ولا ايه؟ هم اللي كانوا قايلين كده. طيب نسيب فضيحه السيسي في شارع فيصل امبارح، وهرجع لها في الاتصالات، هناخد اتصالات حضراتكم النهارده على الموضوع ده. ايه رايكم في الموضوع ده؟ وايه رايكم في توصيل المصريين احتجاجهم باساليب مختلفه؟ ولكن خلونا نروح دلوقتي سريعا كده على الديون. ديون عبد الفتاح السيسي سريعا، هنتابع مع بعض الاخبار اللي جايه دي علشان تشوف البلد رايحه فين. ديون عبد الفتاح السيسي، نبدا بخبر من القاهره 24 اللي بتقول لك ان وزاره الماليه بتقبل 815 عرض لبيع اذون خزانه محليه ب 48.8 مليار جنيه. المنصه بتقول لنا خبر برضو اقتصادي، إن بعض المصرفيين بيقولوا عدم رضا الأجانب على الفايدة وراء ضعف مبيعات أذون الخزانة. القاهرة 24 برضو عليها خبر بيتكلم عن إن البنك المركزي بيطرح 75 مليار جنيه أذون خزانة بعطاءات مختلفة. إيكونومي بلس بتقول إن سفير الاتحاد الأوروبي يرجح بدء صرف الحزم التمويلية لمصر الخريف اللي جاي. طيب نروح بقى في
قصة وهوجة القروض دي نروح لصوت عاقل، عايزين نسمع حد عاقل شوية. فصوت العقل النهاردة الدكتور محمود محي الدين الخبير الاقتصادي، وهو بيقول لك الله يخليك وانت بتاخد قروض خد قروض على قد قدرتك على السداد، ما توسعهاش او ما تخليهاش تبهوأ منك. يعني اسمع معايا، قدرتك على الاقتراض يجب ان تكون مرتبطه بالاساس بقدرتك على السداد. اي واحد عاقل هيعمل كده. القدره على السداد هنا انت تقول نسبه الدين الى الناتج المحلي الاجمالي لو عاول عليها كثيرا. واحد يقول يا ده ماستريخت بتقول لي 60% للناتج المحلي الاجمالي، ده الاهل ماستريخت. لكن لاهل بلدنا بقول له لو سمحت انظر بعين الاعتبار الكبرى لخدمه الدين الى مواردك من التصدير. يعني بيقول لك ما تجيش تقول لي اصل امريكا واخده ديون قد كده. طب ما هي امريكا عندها القدره انها يبقى عن يعني انها تصدر وانها تنتج، فيبقى عندها فلوس تقدر تسد ده. انت عندك ده؟ دكتور محمود محي الدين بيقول لك ايه؟ بيقول لك وانت بتاخد قروض فكر في قدرتك على السداد علشان ما تورطناش. لان ايه اللي حصل؟ ان الهكس اللي شغال فيه السيسي من يوم ما جاء، اللي هو الهكس بتاع بحبك يا مصر والكلام ده ونموت الاول ودراع مصر واحنا ما ناكلش والكلام ده، كله كلام فاضي ما اكلش عيش. الاقتصاد ما بيمشيش بفتحة الصدر ولا بالقرع والفهلاوة بتاعت سيسي اللي هنقفز، لا 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 لا. الاقتصاد ليه نظريات، والنظريات دي بيفهمها الناس بتاعت الاقتصاد او الناس اللي اشتغلت في الاقتصاد، مش السيسي. السيسي عايز يعمل اعلى مش عارف يلا اعملوا له، عايز يقعد على اكبر اطول يلا اعملوا له، لا مش كده. فعشان كده بينصحوه بيحاولوا يفهموه انه غبي وانه عويل وهو مش عايز يفهم. طيب تساؤلات جديدة بعد تأجيل صندوق النقد صرف 820 مليون دولار، وده الشريحة الثالثة من القرض. تساؤلات، عايزين مننا ايه؟ عايزين مننا بعض الشروط والأوامر، وانا بقول لحضرتك ان السيسي هيلتزم وهيعمل اللي هم عايزينه، وكل ده هيجي في الاخر على يعني على المواطن. يعني الاصلاحات اللي هم عايزينها ايه يا فندم؟ عايزينك تخفض سعر الجنيه مرة كمان، يعني الدولار بقى يوصله 60-70 جنيه رسمي. طيب السيسي هيعمل ايه؟ انا بقولك ان السيسي هيلف يلف وهيروح يعمل هم عايزينه. ليه؟ لانه عامل زي الجحش اللي بيعدي يعني حتة كده علق وسطها، اللي عارف يعديها حاجز، هو دلوقتي في النص كده، اللي عارف يعدي ولا عارف يرجع، فمضطر يسمع كلام اي حد يقول له انا هعدي. مش هو قال لك يعدي انا يا اما عديها؟ فاكرين الشعر اللي كانوا بيقولوا ده؟ هو دلوقتي بالظبط في المرحله دي، مرحله لا عارف يطلع قدام ولا عارف يرجع ورا، وكل حد يجي يطلب منه حاجه ويوعده انه هيعديه يقول له حاضر اللي انت عايزه. بيع راس الحكمه، بيع راس الحكمه، بهدل البلد. طب هو قاصد ولا غبي؟ هما الاثنين نتيجتهم واحده، ان البلد رايحه في المصيبه اللي انتم شايفينها. الأهرام المالية بتقول لحضرتك إيه؟ لا نستهدف طرح الأصول الإنتاجية وشرائم. طيب يعني إيه؟ يعني هو مش ناوي يبيع الأصول اللي بتنتج وبتجيب فلوس. طيب ده معناه إيه؟ يعني أفهم من حضرتك إيه؟ أنا كمستثمر حاجة أشتري حاجة ما بتنتجش وما بتجيبش فلوس ليه؟ بحب يعني بدافع التملك؟ أنا والله عايز أشتري وزارة الخارجية القديمة عشان أقعد فيها كده وأبص على النيل وأتريج وأتناول الفطور، أبي هذا المكان للورعان يلعبون فيه مثلا، أحط مليارات أحط ملايين عشان كده؟ أكيد مش هبل. يا إما هيتملك أصل مهم، يا إما عنده فكر تاني لتطويره، يعملوا فندق، يعمل مش عارف إيه، يبيعوا اللي اسمه إيه التاني اللي قاعد لنا هناك ده عايز ياخد أي حاجة في البلد، وكل ده جايز وكل ده بيحصل وكل ده والحكومة مش من هنا أو شايفة وموافقة وهي بتخرب البلد زي ما هي حابة في الطريق ده. هاني توفيق هو خبير اقتصادي عايش في مصر برضو، بيتكلم عن ألف ب اقتصاد. ألف ب اقتصاد لعل وعسى السيسي يتعلم أو مصطفى مدبولي أو أي حد منهم. بيقول لك إيه؟ ألف ب اقتصاد بيع أصول الدولة لمجرد توفير سيولة مؤقتة مرفوض. المطلوب هو بيع حصص زيادة رأس مال في مشروعات قائمة لمستثمر استراتيجي يلتزم بخطة تطوير وتحسين الإنتاج والتشغيل والتصدير وسداد الديون. يعني إيه يا فندم؟
يعني لو انا هبيع الاصول علشان اجيب شويه فلوس احل مشكله ده مرفوض، لان ده بيع اصل، ما انت ما بتحافظش على اي حاجه. انما اجيب شريك يشترك معايا في اداره مشاريع يحط فيها راس مال بنسبه معينه ويلتزم بالخطه اللي انا حاططها علشان اطور من انتاجي واطور من شركتي ومصنعي، ده المطلوب وده راي خبير اقتصادي. وانتم عارفين طبعا السيسي لا بياخد براي خبير اقتصادي ولا هو اخره يسال عباس كامل، يسال مدام انتصار وكل عام وانتم بخير. بلومبرج الشرق بتقول لك الاي بي ار دي او ابريد بيمول المشاريع الصغيره والتجاره في مصر ب 705 مليون دولار. نروح على او نرجع تاني للدكتور محمود محي الدين وهو بيتكلم عن الاقتراض، وهو بيقول لنا يا جماعه الحاله اللي وصلنا ليها عبد الفتاح السيسي ما عادش ينفع معاها ان احنا ناخد ديون من بره تاني، الاقتراض لم يعد ممكنا. اسمع من خبير اقتصادي. انه نهج التمويل بالاعتماد على الاقتراض الخارجي الرخيص لم يعد كما كان ممكن، وان عليك تدبير الامور من الداخل بافضل طريقه ممكنه، وان هناك من الافضال الغائبه في العمل الاقتصادي باهتمامه مثلا ليس فقط بالاستثمار ولكن بكيف يمول هذا الاستثمار. يبقى انت مش ممكن تاخد قروض تاني علشان البلد ما تستحملش، ولكن ده الكلام العلمي او كلام العقل او كلام الاقتصاديين، ولكن انا وانت عارفين ان السيسي ملوش علاقه بالكلام ده وهياخد قروض تاني وهيدهول الدنيا مره تانية. طيب عايز اقول لحضرتك ان في مسلسل التسويف، مسلسل ان شاء الله هيحصل كذا، كل ما بتتزنق الحكومه دي بتبدا تسوف لنا. وانا استعرضت معاك الاسبوع اللي فات كم كبير من التسويفات، ولكن النهارده هفكرك ان سنه 2019 مصطفى مدبولي قال لنا ان سنه 2023 مصر هتحقق الاكتفاء الذاتي من كل المواد البتروليه، يعني المفروض ان احنا من سنه نبقى عندنا اكتفاء ذاتي من البنزين والسولر والغاز والجاز وكل حاجه. افكرك بكلام مصطفى مدبولي وبعدين ترجع عشان افكرك بالواقع اللي احنا فيه. 10 و9 من 10 مليار دولار، وبلغ اجمالي الانتاج من الغاز الطبيعي حوالي 4562 مليار قدم مكعب، متوسط معدل نمو بلغ 28%. حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتغطيه احتياجات السوق المحليه من الغاز لمختلف قطاعات الدوله. تم توصيل الغاز الطبيعي لعدد 2.3 مليون وحده سكنيه بزياده نسبتها 15% عن الاعداد المخطط تنفيذها، علما بانه تم توصيل الغاز لنحو 141 منطقه سكنيه جديده لاول مره منذ بدء العمل ببرنامج عمل الحكومه الحالي. والاهم ان شاء الله بحلول عام 2023 ستحقق مصر الاكتفاء الذاتي بالكامل من المنتجات البتروليه، لن نستورد بعد 2023 اي. طيب يبقى هو مصطفى مدبولي في العهده الاولى في وزارته الاولى في 2019 قال لك احنا حققنا الاكتفاء الذاتي في الغاز، وبعد اربع سنين اللي هو بعد اربع سنين اللي هو في 2023 هنحقق الاكتفاء الذاتي في كل الوقود، مش هنستورد بعد كده اي وقود من بره. احنا دلوقتي بعد 23 بسنه، احنا في 2024، وهقول لك مثلا ان احنا دلوقتي عندنا عجز في البنزين عشان احنا بنجيب بنزين من بره زي ما احنا، وبنجيب مازوت زي ما احنا، وبنجيب سولار زي ما احنا، والغاز اللي كان عندنا فيه فائض واكتفاء ذاتي بقينا بنجيبه من بره، وده يعرفك قد ايه انت عندك حكومه لا بتفهم ولا بتخطط ولا بتقول لك الحقيقه. شوف معايا دلوقتي اهو الخيبه اللي احنا عايشين فيها، رئيس الوزراء نفس رئيس الوزراء بس في العهده الثانيه مش في العهده الاولى، بيقول لك مصر تعاقدت على شحنات وقود لانهاء انقطاع الكهرباء في الصيف. يبقى الكلام اللي قاله الدكتور مصطفى مدبولي من اربع سنين كان في الهجس، كان كلام فاضي، كان زي ما بيقولوا في المثل كلام الليل مدهون بزبده بيطلع عليه النهار بيسيح. طيب النتيجة ايه يا فندم؟ النتيجة زي ما بتقول لنا الاهرام، تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات، وبيع مصر مستمر. وتعالى شوف معايا البيع مستمر ازاي، ثلاث اخبار اهم. اول خبر 11 يوليو 2024 برنامج الحكومة الجديد، مصر تدرس مبادرة الديون بمشروعات استثمارية.
11 يوليو 2024 مصر تخطط لإنشاء لجنة تصفية الأصول لجمع 25 مليار جنيه، وفي نفس اليوم الحكومة بتقول لنا حصيلة برنامج الطروحات بلغت 5.8 من 10 مليار دولار ومستمرون فيه. طيب، فشل حكومي في إدارة المشهد الاقتصادي. المشهد الاقتصادي مش ماشي بخبراء اقتصاديين ولا متخصصين، المشهد الاقتصادي في مصر ماشي بعقلية عبد الفتاح السيسي ومعاه واحد بيطوعه في كل حاجة بيقولها اسمه مصطفى مدبولي. ده وصلنا لمرحلة ايه؟ وصلنا لمرحلة فشل الدولة ومرحلة تراكم الديون، وانعكاس ده على حضرتك. ازاي انعكس على حضرتك؟ تعال اقولك بالكلام اللي يخصك وبيمسك يوم بيوم. مثلا هنبدأ من فيتو. أسعار اللحوم الحمراء تواصل ارتفاعها في الأسواق، ده الخبر. وعندنا حاجات تانية بتواصل ارتفاعها أو بيواصل سعرها الارتفاع، تفاصيل. طيب، آدي عندنا تفاصيل زيادة أسعار اللحوم الحمراء، إن دايما عندنا مشكلة بينما الواقع أو اللي بتقوله الحكومة إن مفيش مشاكل، إنما اللي انت عايش فيه تفاصيله انت ادرى بيها. تفاصيله ان الكيلو اللي كان ب 380 بقى ب 450 وهيوصل 500. ليه؟ دي حكومتك، الحكومه اللي دايما تقول لك ان الخير جاي. طب الواقع اللي احنا عايشين فيه سواد زي ما حضرتك شايف. طيب، عندنا نقيب الفلاحين بيقول لك في ركود في سوق المواشي. ليه يا باشا؟ قال لك والله السر في الدواجن. اصل في دواجن الناس بتاكل فراخ فما بياكلوش ايه لحمه، فبقى في ركود في سوق المواشي. طب ده ملوش علاقه يعني من وجهه نظر حضرتك يا عم نقيب الفلاحين بالاسعار؟ يعني هي الناس بتروح تشتري فراخ عشان ايه مثلا؟ مش عشان هي اذا قدرت تشتري فراخ بيبقى ده اللي على قد ايدها؟ يعني انت ليه بتقول للناس بصيغه ان هو كده واذا كان عاجبكم والله انتوا اللي بتتبطروا؟ لا، الناس مش بتتبطر، زي ما بيقول المثل في مصر، اطبخها يا جارية كلف يا سيدي. طيب، البورسجية نيوز بتقول لك ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية بالسوق المحلي النهاردة. يبقى عندك ارتفاع في أسعار المواد الغذائية. طيب، إيه بقى المواد الغذائية؟ إيه أسعار المواد الغذائية النهاردة؟ نشوف كده مع بعض سريعا علشان نحاول نفهم أسعار المواد الغذائية النهاردة وصلت لفين. الرز يا سيد الفاضل بحوالي 34.5، عدس ب 62، تونة 11.5، كيلو لبن سايب ب 30 جنيه و70 قرش، بيض احمر ب 5 جنيه و40 قرش تقريبا، الكيلو الليمون تقريبا ب 33 جنيه، اللفت ب 9 جنيه، الفلفل ب 14 جنيه، عنب ب 25 جنيه، علبة الشاي ب 13 جنيه و40 قرش، كيلو مكرونة ب 30 جنيه، دقيق ب 26، اللبن المعبأ بحوالي 41، وهكذا. كيلو البامية ب 35 جنيه أو 36 جنيه، شكارة الذرة الصفراء ب 600 جنيه، كيلو اللحمة بحوالي 400 جنيه أو 398 يعني، البتنجان ب 6 جنيه، موز ب 23، مانجا بحوالي 39، السمنة تقريبا ب 98 أو 97.5، وهكذا. دي أسعار النهاردة. طيب، الأسعار بس بتاعت الأكل اللي بتزيد؟ لا، مش أسعار الأكل اللي بتزيد بس، خد معاك الخبر ده. الشرقية للدخان بتعلن عن ارتفاع أسعار السجاير. يعني مش بقولك دخن ومش بتمنى أنك تدخن، ولكن لو كنت بتدخن فاعمل حسابك أن الشرقية للدخان هترفع لك سعر التدخين أو سعر السجاير. رئيس شعبة الدخان بيبرر الراجل وبيقول أن سجاير الكليوباترا ب 75 جنيه ب 45 جنيه في السوق بسبب الاحتكار اهو. يعني الكليوباترا دي المنتشره اكتر في مصر، حتى دي بسبب 45 جنيه ومنتظر انها تزيد. وحتى اللي يعني كيفهم في القهوه انتظروا يا جماعه 10% على الاقل زياده في اسعار البن قريبا جدا. طيب، يبقى ادي ايه؟ كل حاجه بتغلى، فشل اقتصادي بينعكس على حضرتك. طيب، هينعكس على الكهرباء ولا الكهرباء ملف كويس الحكومة بتديره بامتياز؟ واللي كان حاصل امبارح والوعود اللي اتقالت امبارح عن ان خلاص يا جماعة أزمة الكهرباء هتنتهي هيقدروا يحققوها؟ لا،
لا هيحققوها السنة دي ولا السنة الجاية. وتعالى شوف معايا تفاصيل أزمة الكهرباء. طبعا الوعود، خد معاك وعود، ويعني هات كيس معاك تاخد فيه وعود، وهات ناس تشيل معاك الوعود، لأن الوعود ما فيش أكتر منها. على عهدة الحكومة الجديدة تعرف على موعد انتهاء قطع الكهرباء نهائيا، وطبعا بيقولوا لحضرتك ان بعد 6 شهور او خلال 6 شهور. تمام تمام. رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب قال لك انهاء تخفيف الأحمال خلال 6 شهور، وده وفق اللي قالته الحكومة. اسمع منه كده. تخفيف الاحمال اللي بنتكلم عليه ده، الكهرباء طبعا دي اولا اولويات البلد كلها، من اول سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء. الكلام واضح جدا ان المفروض في خلال 6 اشهر من النهارده او 5 اشهر ان هذه مشكله قطع الكهرباء النهارده. الكهرباء هناك طيب. يبقى يا جماعه الحكومه الجديده النوفي اللانج بتقول لك تخفيف الاحمال خلال 6 شهور. استنى يعني كمان 6 شهور كده؟ وايه المشكله يعني؟ ما كله في حب الوطن. اصبر يا اخي عشان مصر، مش علشان السيسي فاشل، مش علشان السيسي بلا رؤيه، مش علشان ان السيسي بياخد الفلوس بدل ما يشتري لك بيها غاز علشان تنور بيتك وما تقطعش عندك الكهرباء، لا بيسد بيها ديونه، لا مش عشان كده، ده عشان الوطن. ما انت عارف ان السيسي والوطن حاجه واحده، هم عايزين يقولوا لك كده. طيب محمد الشافعي بيكتب عن قطع الكهرباء ليلا، وبيقول ان ده او بيوصفه انه غياب للإنسانية. محمد الشافعي بيقول عندما يتم قطع الكهرباء من 3 فجرا ولأكثر من 2 ساعة فإننا ننتقل من الفشل إلى موت الضمير والإنسانية. العربي الجديد يا جماعة بتحذركم، بتحذر من تفاقم الوضع الكارثي في مقر الاحتجاز نتيجة انقطاع الكهرباء. بالك إن في الوقت ده معتقلين في السجون وفي أماكن الاحتجاز بتقطع عليهم الكهرباء، وهم ميات فوق بعض في غرف لا تسع إلا 10. الغرفة اللي المفروض يبقى فيها 10 فيها 150، وبتقطع عليهم الكهرباء وما عندهمش تكييف وما عندهمش مروحة. الله يعين الناس. طيب التسويف حلو، ما فيش كلام. التسويف ده سياسة الحكومة وإحنا متابعينها من أول ما طلعت، من أول ما جت. كل الحكومات بتبدأ بكلام حلو وجميل زي كلام الخطوبة، إنما لما الموضوع بيطول ويبقى علاقة كأنهم يعني علاقة بيت بقى ومسؤولية، بتلاقيهم يقول لك والله ما عندناش وما فيش، وهو ده اللي حاصل، والسبب في كل فشل مش أنا، دوروا على سبب غيري. المال بتقول وزير البترول أمام البرلمان بيتكلم عن خطة الحفر 586 بير غاز وخام باستثمارات 7.2 مليار دولار حتى سنة 2030، ويدينا ويديكوا طولة العمر. يعني دلوقتي ارضوا باللي انتوا فيه، على 2030 ان شاء الله هنعمل العمايل ونسوي الهوايج. وقتها هيطلعوا يقولوا لك تمسك بالسيسي عشان يكمل مشروع الوطن اللي انت عايشه وشايفه. طيب هي الضلمة للناس كلها في مصر؟ لا يا عزيز المواطن، الضلمة للشعب الغلبان والكهرباء للأغنياء فقط. مهرجان العالمين مهرجان مختلف، وفي الإضاءة مختلفة، والمخرج محمد خليفة عمل شغل جامد جدا بالكهرباء في مهرجان العالمين للنخبة اللي هتدفع فلوس. إنما أنت يا ابن الشعب عايز تعمل راسك براس حمارة ابن العمدة؟ لا عزيز المواطن، ما ينفعش تربط حمارتك العرجة جنب حمارة العمدة، عشان ده العمدة، وبرضو حمارة العمدة لازم يبقى عندها كهرباء وتعمل حفلات وشقلبانات وكل حاجة، حتى لو كانوا هناك 2003 وانتوا أكتر من 5-7-10 مليون في المحافظة ما عندكوش كهرباء. المهم مع ان الكهرباء اللي هيستخدموها في العالمين على 2000-3000 نفر هي نفس الكهرباء اللي هيستخدموها على محافظة فيها 7-8 مليون. بس لا، انتوا محافظات قديمة والقديمة واحلى، ودايما هم يحبوا الجديد عشان الجديد ده هم اللي عاملينه، لازم ينور والناس تشوف حلاوته. فطبعا ارجع واقول لك الحكمة الأزلية اللي بقولها لك وبقالي سنة قلت لك اللفظ ده، فأقوله لك تاني. عزيز المواطن، ما تفكرش في يوم من الأيام تربط حمارتك جنب حمارة العمدة أو حتى حمارة ابن العمدة، لأن لا يستويان. طيب حوالي في دول تانية بيقطع فيها الكهرباء،
في دول تانية بتقطع فيها الكهرباء، مش هقول لك لا بصراحة. أنا جاي أعترف النهاردة إن مش مصر بس اللي بتقطع فيها الكهرباء، في دول تانية بتقطع فيها الكهرباء، ومنهم مثلا دول أشقاء وجوارنا زي السعودية. المملكة العربية السعودية قطع فيها الكهرباء يا جماعة، وبناء عليه قررت السعودية لما قطعت الكهرباء في مكان يومين إنها تعوض مواطنيها وتديهم كام يا جماعة؟ وتدي لكل واحد 2000 ريال لكل فرد علشان الكهرباء قطعت يومين، وده طبقا لتصريح الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء. قطعوا الكهرباء يومين على الناس كان عندهم تصليحات ولا حاجة، فقال لك مش كل بيت، كل فرد ياخد ايه؟ ياخد 2000 ريال. قال الريال اليومين دول بكام يا مجدي؟ بكام؟ ال 2000 دول يعملوا 25000 جنيه. طيب هو السيسي لما الكهرباء تقطع على المواطن المصري سنتين ان شاء الله هيعوضه ب 25000 جنيه؟ ايه 2000 ونص؟ 250 جنيه؟ 25 جنيه؟ 2 جنيه ونص؟ اي حاجه؟ لا، الحكومه هتقطع عليك الكهرباء وتتعامل معاك بمبدا حسنه ونسيدك. بيقول لك ايه؟ احمد ربنا ان احنا اصلا بنفكر نجيب لك الكهرباء. انت يا مواطن مالك يا مواطن كده داخل بصدرك ومفكر يعني ان من حقك تتكلم عن ان يبقى عندك كهرباء؟ يعني ايه يعني احنا في 2024؟ ايه يعني؟ هو يعني جدك كان عنده كهرباء؟ جدك اللي مات من 80 سنه ده ولا بقاله 50 سنه ولا 30 سنه كان عنده كهرباء على طول؟ لا خلاص، يبقى عيش عيشة اهلك كمواطن، وهو ده اللي عندنا. مش عاجبك زي ما قال الاستاذ تامر امين خد باسبورك وسافر. او احنا يعني هنغير رئيس الحكومه ولا نغير الوكسه والخيبه الثقيله بتاعتنا دي عشان تجيب كهرباء للمواطن؟ لا يا مواطن، لا يا مواطن، لا يا مواطن، كده فوق لنفسك يا مواطن، واعرف ان انت هنا في عزبه العساكر، والعزبه دي بتمشي بقانون الخول الكبير ده وشيخ الغفر اللي معاه ده والنضرجيه والسوشيالجيه والعيال السريحه اللي بيسرحوها عشان يقولوا لك احمد ربنا انت بريطانيا بتحسدك على النظام التعليمي، واسبانيا بتحسدك على النظام اللي مش عارف ايه، وكوالالمبور بتحسدك على مش عارف، وكلهم بيحسدوك على السيسي. فتمسك بقى في السيسي جامد قوي، اوعى تسيبه يمشي منك. طيب عندنا يا سيدي يعني نشوف التقرير، تعالوا نشوف التقرير مع بعض ونسمع من حضراتكم. المصريين طول عمرهم بيعرفوا يعترضوا، من أول ما كانوا بيعترضوا على كل الحكام من أيام الفراعنة وصولا إلى المماليك، لما كانوا بيقولوا حقا أنا أعترض أو أنا حقا أعترض، واختصروها بعد كده، والاختصار ده عايش مع المصريين لحد النهاردة، بيقولوه ونقلوه للدول الشقيقة والمحيطة والأشقاء والأصدقاء. فالمصريين اللي اعترضوا امبارح بفتح السيسي وطلعوه مسرح في شارع فيصل مستمرين في الاعتراض. طالما قفلت قدامهم باب الانتخاب وباب الاعتراض وباب التظاهر حتى وباب انهم يتكلموا على السوشيال ميديا، فهم كشعب عبقري يعني ولاد دايما بيولد افكار وعنده من الافكار اللي لا تنضب، هيولدوا لك وهيجيبوا لك وهيخترعوا لك فكره جديده، والفكره هتجيب فكره، والجرأه هتجيب جرأه، لحد ما تيجي في مره تلاقي نفسك في الكلابوش يا حاج عبد الفتاح. نشوف مع بعض تقرير عن ابداع الاحتجاج عند المصريين، حاضر له تاريخ، وبعد كده هنفتح الاتصالات عشان نسأل حضراتكم عن رأيكم في اللي حصل امبارح في فيصل وعن قدرة المصريين عن الاحتجاج. هنسمع آرائكم اللي بتعبر عن قناعاتكم، مش بتبناها ومش بعارضها ومش بتحمل مسؤوليتها، ولكن أنا بتحمل فكرة أو شرف إن احنا نعرضها على الناس من خلال برنامجنا ألو مكملين صوت الناس. هنشوف التقرير ونرجع نسمع من حضراتكم. كلمونا على الأرقام اللي قدام حضراتكم على الشاشة. ليلة ليست كسواها، اهتزت فيها القاهرة وخلا شارع من أهم شوارعها ليلا، قطعوا الكهرباء وامتلت جنباته برجال الأمن من كل الأجهزة، ستبقى حاضرة لوقت غير قصير في ذاكرة أهل مصر، حيث بدأت عندما فوجئ رواد شارع فيصل بالجيزة بلوحة إعلانات معامل ألفا الشهيرة
تعرض فيديو معارضا للسيسي. لم يخلو الأمر من دهشة وفرحة لم تنسي المارة من توثيق الأمر ونشره، لتبيت مصر سعيدة من نوع جديد من أنواع الاحتجاج المبدع على نظام الدكتاتور الحاكم. وبينما تناقل الناس الفيديو ونشروه ما بين الإعجاب والإشادة والحديث عن أسلوب جديد وحالة جديدة من المقاومة لحكم السيسي، بات السيسي وأجهزته الأمنية في حيرة من أمرهم. بدأت باعتقال كل العاملين بالمركز وتداول أخبار عن اعتقال سودانيين واتهامهم بتدبير الأمر، إلا أن الحادث استدعى تاريخا طويلا من الاحتجاج المبدع لدى أهل مصر منذ القدم، فما زالت الشوارع محتفظة بأشكال مختلفة ومتنوعة من الاحتجاج السلمي، من استخدام الصافرات ليلا أو قرع الأواني للتعبير عن الغضب والرفض، إلى ميدان التحرير الذي ضجت جنباته بسكتشات ولافتات حملت مطالب المحتجين من رحيل مبارك إلى تحقيق مطالب الثورة. وللمصريين كلمة شهيرة للاحتجاج والاعتراض، بحسب البعض تعود للعصر الفاطمي، حيث تم منع كلمة احتج خلال قانون لمنع الشعب من الاحتجاج، فاختصرها العقل المصري الذكي بحذف حرف منها، ثم تنبه الفاطميون فحذف المصريون حرفا آخر، لتبقى إلى يومنا هذا ويتناقلها العرب تعبيرا عن الغضب والاحتجاج. ويسجل التاريخ في سنة 1441 أنه وقع غلاء شديد في الحبوب ونقصت، فاجتمع الناس وتظاهروا ورفعوا شكوى للسلطان مع رغيف خبز مرفقة بها. وفي عام 1020 تحرك الناس للاحتجاج على الحاكم بأمر الله الفاطمي، فوضعوا في طريقه مجسما لامرأة من قراطيس بملابس قديمة وموهوها حتى بدت كسيدة، وتركوا في يدها رسالة محملة بكل سب ولعن. فلما مر بها الحاكم تناول الشكوى من يدها ثم غضب وأمرهم بإحضارها، فإذا هي دمية. ويسجل الجبرتي في عام 1785 حدوث معركة بين أهل الأسكندرية وقوات السردار بسبب قتلهم لأحد الأهالي، فثاروا وقبضوا على السردار وأهانوه ووضعوه على حمار وحلقوا نصف لحيته وطافوا به في البلد يضربونه ويصفعونه بالنعال. في النهاية تبقى الثورة والغضب في نفوس المصريين وتاريخهم، ينتظرون حينا لكنهم يخرجون بطريقتهم أو طرقهم الخاصة فيستردون حقوقهم أو يسمعون الحاكم صوتهم. أهلا وسهلا بحضراتكم. المصريون يعترضون، أساليب المصريين في الاعتراض مستمرة، وأنا حقا أعترض كان أسلوب للاعتراض أيام الفاطميين ولا زال مستمر حتى الآن. البعض بيشوف أنه عيب ما يصحش، والبعض بيشوف أنه طب وحنعمل إيه إذا كان اللي بيحكمنا أسوأ من أسوأ حد حكم مصر من أي احتلال ومن أي محتل. محمود معايا من مصر. أستاذ محمود أهلا بيك. أستاذ محمود معايا؟ أستاذ محمود النداء الأخير، يبقى مش معانا محمود. طب أمة الله معانا؟ أيوه. إزيك يا أمة الله؟ الله يسلمك. إزيك يا أستاذ أحمد؟ الله يخلي حضرتك، عاملة إيه؟ إن شاء الله تكوني بخير. الحمد لله بخير الحمد لله. إيه رأيك في اللي حصل امبارح في شارع فيصل؟ والله يعني دي حاجة بسيطة جدا. أنا كان نفسي يبقى في جميع شوارع وضواحي مصر كلها، يا ريت كان حصل كده. الناس بتعبر بأي صورة، هنعمل إيه بقى؟ يلا الحمد لله. طب حضرتك شايفة إن ده كفاية ولا ده خطوة في الطريق؟ لا دي خطوة. دي خطوة. وإن شاء الله إن شاء الله القادم جاي بأمر الله. بإذن الله. شكرا لحضرتك جدا. أشكرك، تحياتي ليك يا فندم. منى من قطر معانا، أهلا يا أستاذة منى. أستاذة منى معانا؟ أي نعم، منى من قطر. أهلا وسهلا، حيا الله، تفضلي يا أستاذة منى. أهلا بك، الله يسلمك. أقول لك أنا ما عندي تعليق، بس يعني ما أدري اليوم أصبحت على هالخبر هج فرح، يعني الفرحة ما بعدها فرحة صراحة. طيب أنا بس لو حضرتك توضحي صوتك اكتر، لو قافله السبيكر، لو فاتحه السبيكر اقفليه عشان اسمعك بصوت بشكل اوضح بعد اذني. اي ان شاء الله. اوكي، الله يبشرك بالجنه، تفضل. الحين اوضح؟ اه
تمام تفضلي. اي بس بقول لكم اني فرحانه فرحانه، يعني اليوم اصبحت الصبح على خبر حلو. ليه بقى؟ شاشه العرض. يعني شنو؟ يعني مجرد شاشه العرض اللي حصلت في فيصل، وانهم يعني قعدوا ساعه يعرضوا صور السي سي دي، فرحت حضرتك؟ بدرة خير ان شاء الله. ايوه يعني بدرة خير ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. الناس بتتجرأ قصدك؟ اي بدرة خير ان شاء الله من الشعب المصري. تحب تقولي ايه اللي عمل كده؟ يعني ما ادري، ما عارفه اقول، لكن يعني المصري طول عمره شجاع. تسلمي فعلا. اشكرك استاذه منى، شكرا لحضرتك. والمصري الله يسلمك. ام شجاع. الله يسلمك. اشكرك وسلم لنا على اهل قطر، بسلم عليهم من خلالك واحييهم. شكرا ليكي. ابو محمد من مصر اهلا بيك. ابو محمد معايا؟ معاك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا ابو محمد، ازيك عامل ايه؟ الله يخليك يا حبيبي. الحمد لله. ايه رايك في موضوع الفيديو والصور بتاعت السيسي في امبارح في والله هي جايه الزحمه جايه باذن الله. بس الناس يعني البعض بيقول لك ده موضوع صغير قوي مش مستاهل يعني. فعلا صغير، احنا 120 مليون بني ادم مش عاجزين كده. فقدنا الاتصال. طيب بعتذر، انا مش عارف منين، بس اهلا وسهلا بيك يا ابو محمد. ست ام محمد معانا، اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا حاجه، عامله ايه؟ انت اخبارك ايه؟ انت كويس؟ انا بخير الحمد لله. تسلمي. هو ايه يعني ايه الفكره يعني بين. لما بين يعني مش شغلوا مش شاشه هكروها وشغلوا عليها شويه صور للسيسي وفكروه يعني باصله، يعني ايه الاعجاز في كده يعني؟ والله يا استاذ احمد، اي حاجه بتبرد نار الشعب. بتبرد نار الشعب من اللي هو فيه، من الغليان، من الحقد والغل اللي عنده من يم الراجل ده. فيا استاذ احمد، مجيت حضرتك وقعدتك كده، انت تعرف الناس انها بتهدي اعصابها كتير؟ انت الكلمتين بتوعك دول بيهدوا اعصاب الناس كتير. يعني سبحان الله، انا واحده من الناس والله العظيم بيهدي اعصابي لما بشوفك بتتكلم كلمتين كده، بترتاح اعصابي. يا استاذ احمد، الراجل ده ما تعرفش هو غالي للناس قد ايه، هو مرمط الناس قد ايه. طب ما تقولي لي. فالناس بتتمنى يا استاذ احمد اي حاجه تبرد مرها. اي حاجه تبرد مرها يا طيب استاذ احمد. يعني هو من باب ان شاء الله الخير جاي، الخير جاي. ما هو ده سؤالي بقى، من باب تبريد النار. نعم. من باب تبريد النار الناس والتفريج عنهم، ولا أيوة. من باب ان دي خطوه وهيعقبها خطوات؟ لا ان شاء الله هيعقبها، لا ان شاء الله هيعقبها. ده بتجرأ اللي عندهم نار، ده بتجرأ اللي عندهم غل في قلوبهم، ده بتجرأ اللي هم يا استاذ احمد ما همش يعني مش قادرين يعملوا حاجه، فبتجرأهم بتجرأهم الخير جاي. هقول لحضرتك حاجه ثانيه بقى، الله يخليك ما تقطعش. انا عايزه ارد على اللي هو اللواء ده اللي راح للست اللي هو خد كيسين عيش من عنده. معلش يا استاذ احمد، صلى على النبي وقول عليه الصلاه والسلام. يا استاذ احمد، احنا حاليا في المكان ها في ستات عجزه ما بتعرفش تمشي، في ستات عميه والله ما بتعرفش تمشي، واخد بالك؟ فاحنا عن نفسنا العجزه دي بناخد منها بطاقتها، بنجيب لها العيش صدقه لله واعانه من عندنا لها بنساعدها. اللي ماشي على عكاكيز دي وملهاش حد، بنقول لها هات نجيب لك العصر تغيبها بتوك ولا العشرين ولا الثلاثين اللي بتقعدوها ثلاث ايام. فالراجل ده ما سألش دي جايبة العيش منين وازاي؟ يعني ما سألهاش جايبة العيش. هم يقولوا لك لا المشكلة عند بتاع الفرن. لا المشكلة مش عند بتاع الفرن طبعا، لان احنا عايشين في الصورة. الله يخليك، خد دي فلانة لا عند امام ومش قادرة تمشي، وفلانة عجزة ما بتشوفش، وفلانة ما عرفش ايه. فالراجل بيعذر وبيدينا العيش، فاحنا لما بنروح بنديهم كل واحد كيس العيش. اللي هو قادر بيعمل للي مش قادر. يا غبي يا بعيد، يا غبي يا بعيد، يا اللي ما تعرفش الله الظلم زي اللي قعدك. انت ما تعرفش الله الظلم، ما تعرفش الله الظلم زي اللي قعدك. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ونعم. انما انا كنت عايز ارد، الظروف ما عجبتنيش، الظروف ما ساعدتنيش. طيب بشكرك يا ابو محمد، وانا هقول لحضرتك بقى. انا هقول لحضرتك حقيقه المشهد اللي عمل فيه سياده اللواء المحافظ، اللي عمل فيه بطل وخد بيه لقطه على سيده مصريه، ست غلبان من اهالينا. ما احناش جايين من احنا دول اهلنا وده شعبنا،
واللي ما يعتزش بالناس دي يروح يشوف له حته يقعد فيها، دول اهل مصر، دول اغلب اهل مصر. السيده الفاضله دي يا جماعه لا كانت واخده العيش زياده علشان تبيعه، ولا الكلام الفاضي والتافه اللي قاله المحافظ التافه، ولا اللي قاله الاعلام الاتفه منه. السيده دي يا جماعه بتروح تجيب، بتاخد البطاقات او البطايق وتروح تجيب العيش للناس بمقابل مادي. يعني اللي بيديها 5 جنيه ويقول لها ايه روحي هاتي لي العيش، واللي يديها 2 جنيه ويقول لها روحي هاتي لي العيش بدل ما اقف في الطابور. فرزقة السيدة الفاضلة دي من الموضوع ده، تاخد البطايق وتروح تقف في الطابور تجيب العيش بتاع فلانة وعلانة وام ابراهيم وام علي وام مرقص وتاخدهم وتروح تودي لهم البيت. فيجي المحافظ اللي شايل عار انها في السن ده اصلا ومحتاجة، يعني ما ده عار على البلد بالمناسبة، إذا ما كنتوش تعرفوا فاعرفوا، لما الناس توصل للسن ده وتبقى عندها حالة عوز ده عار عليكم اللي بتحكموا، ما علينا، ما يسيبهاش في حالها، ده يجري وراها ويعمل فيها جيمس بونت والخط اللي اكتشف اللي ايه جاب اللي ما حصلش، ويروح يصور يا هيثم صورني وانا رامبو وانا جامد جدا يا هيثم يا سلام عليك، ويطلع في الاخر بسواد الوش. انت كمحافظ عار، انت اهو الخبر هو انا مش جايب من عندي، انا قلت لكم كل حاجه هتبقى بالتوثيق، هات لي الصوره الكبيره عشان مكتوبه واضحه اهو، الصوره هي تحت، شهود عيان كشفوا لصحيح مصر ان سيده الخبز بتقطاط من الوقوف في طوابير العيش بمقابل، اللواء المحافظ لحقها واتهمها بالاتجار في الخبز المدعم وصدره وبعد انتهاء التصوير رجع لها العيش تاني. الباشا خد اللقطه يا جماعه ورجع لها العيش تاني. مين اللي قال كده؟ 3 من اللي حضروا الواقعه من القريه من البلد اللي شافوها وقالوا لصحيح مصر ولزمايلنا الصحفيين. انت متخيل؟ اهم حاجه عندهم اللقطه. صور يا هيثم يا سياده الوزير المحافظ اللواء الجامد جدا، انت عار على الانسانيه وعار على المنصب اللي انت فيه وما ينفعش تقعد في المنصب ده، روح شوف لك غرزه روح اهجم عليها واقبض على الحراميه ولا اللي بيشربوا مخدرات فيها، او روح اقعد اعمل كيف واعمل دماغ يا باشا، انما اسيب العالم في حالها عشان الناس مش ناقصه، والله العظيم ما هي ناقصه. الله لا يسيئك يا شيخ. ايمن معايا من مصر، اتفضل يا استاذ ايمن. استاذ ايمن معايا يا جماعه؟ ايوه مع حضرتك. ازيك يا استاذ ايمن عامل ايه؟ الحمد لله. ايه تعليقك على اللي حصل في شارع فيصل امبارح؟ والله يا استاذ احمد انا اتفرجت في 12/7 يوم الجمعه، ودوريه امن اعترضتني في ميدان التحرير وقالت لي انت جاي ليه؟ قلت له دعوه للاعتذار في 12/7. اخذني الاسم ما خرجتش الا بعد العشاء. قلت له دعوه للاعتذار؟ ايوه. طب ودي طيبه مثلا ولا ايه؟ مش فاهمك. ده عدم الكذب يا استاذ احمد، ما هكذب عليها اقول له راح اصلي الجمعه وانا في الحقيقه مش راح اصلي الجمعه. هو انت اللي بيروح ميدان التحرير يصلي الجمعه هيتظاهر؟ روح يا عم كل ايس كريم عند ويدر يا عم. طب ما هبني كده كذاب. انا صراحه ما بحبش ضابط الامن يسالني انت رايح فين، انا احب اشوف البطاقه ويسيبني. ماشي، ما حقك خلاص طالما انت عملت كده، ده يخصك يا استاذ ايمن، بس انا يهمني سلامتك في الاول وفي الاخر وفي كل وقت ومع الناس كلها، والحمد لله على سلامتك. خرجت بعد محل عليه بعد العشاء وخرجني وسابني وسابوني ومشيت. طب كتر خيره والله. ماشي شكرا. الحمد لله على سلامتك يا استاذ ايمن، اهلا بيك وشكرا على الرساله ومتشكرين لمشاركه حضرتك معانا. استاذ محمد اهلا بيك. استاذ محمد معايا؟ استاذ انا سامع تليفون بيرن. طب مش معايا يا استاذ محمد. ابو احمد طيب معايا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا ابو احمد، ازيك عامل ايه؟ اه مرحبا. ايه الاخبار؟ النص لاسيادنا في المقاومه واللهم ارحم شهدائنا رب العالمين. امين. ايه رايك في اللي قاله الاستاذ ايمن ان هو نزل وفي ميدان التحرير الضابط وقفه وقال له رايح فين؟ قال له انا جاي عشان دعوه للتظاهر وبتاع. ايه رايك في الكلام ده؟ فاكر حضرتك الفيلم اللي هو اللي كان فيه واحد ضابط وكان فيه ممثل كده مش عارف اسمه عمرو مين كده، لما راح يصلي دور الجمعه فالضابط قال له هات بطاقتك، ده انت صليت الجمعه اللي فاتت هنا، ايه اللي صرخه نمله بتاع عمرو عبد الجليل. فاكر حضرتك
احنا في حاجات غريبه يا استاذ احمد، انا مش عارف هل هي من محض الصدفه. يعني حضرتك المره اللي فاتت لما جبت الفيلم بتاع هاني رمزي، اللي هو لما البلد بتتباع، اللي هو بتاع عايز حظي، هل يا ترى الافلام دي كانت بتمهد لنا للحياه دي؟ يعني هل معقوله الافلام دي تذكر اصل ان هي بتعمل الواقع بتاعنا دلوقتي؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، بالنسبه للاستاذ المحافظ اللي رايح يقبض على واحده بتبيع عيش، يا سياده المحافظ بتاع الجيزه، السيد عباس كامل في مكالمه مسجله بيقول لعديم الذكر، انا جالي واحد وجاب لي حبه ترومادول وقال لي لو مش عارف تاخد حبه والكلام ده كله. طب الاستاذ عباس كامل ما راحش مسك الراجل اللي بيتاجر في المخدرات ليه؟ ودي صوت وصوره، انت رايح دايما للغلبان. هو احنا دايما ما هو الحاكم الظالم دايما بيروح للغلبان، لان لازم يكون في فرعون، لازم يكون في هامان، ولازم يكون في قارون. ما يقدرش فرعون يلمس عند دول صاحب المال واللي بيفكر له. النقطه الثالثه بالنسبه للحاجه اللي حصلت في فيصل، يمكن تكون دي بو عزيزي تونس. بو عزيزي حرج نفسه، ما حدش كان يعلم ان بو عزيزي كان هيبقى ايقونه الوطن العربي في الثورات الحره. فما نستهونش بالحاجات الجاليه يا استاذ احمد، لان الشجره في الاصل كانت حبه صغيره. فما نستهونش باي فكره ولا نستهون، لان زي ما بقول لحضرتك خالد سعيد اللي اتهموه ان هو بيتاجر في مخدرات وبيلع مخدرات كان هو الايقونه، بدل ما يبقى حرامي بيجي هو المثل اللي قاعد. وانا بدليل انا يعني عندي نفس اهتمام حضرتك وعرفت ان الناس مهتمه بده فبسالكوا فيه النهارده. بشكرك جدا واسعدني وجود حضرتك، تحياتي ليك. ابو سعيد من مصر معانا، اهلا يا فندم. ابو سعيد، يا ابو سعيد لا الصوت مش واضح ابو سعيد، والشبكه مش تمام. بص لا هرجع لك ثاني يا ابو سعيد، بس كون في مكان فيه شبكه ان شاء الله. ابو محمد معايا، محمد بس. اهلا يا استاذ محمد، اهلا بحضرتك. ايه رايك في اللي حصل في فيصل امبارح ده؟ يعني بطوله يعني اللي حصل ده يا باشا، مفيش نار من غير شراره، دي ان شاء الله اول شراره للثوره. خلي بالك انا شاب 23 سنه وبقعد مع ناس كبير كتير شباب زيي، بس احنا ما عندناش القدره ان احنا نتحرك في ظل اللي بيحصل من انتهاك لحقوقنا في كل مكان في مصر. فدي ان شاء الله اول شراره، واللي جاي لسه كتير. ده اللي انا حابب اقوله، وبشكرك وبشكر اسره مكملين، وان شاء الله احنا مكملين. على راسي يا ابو حميد، تسلم يا محمد، ويا رب يا رب. اشكرك جدا. طيب معايا مين تاني؟ احمد، شكرا يا محمد. احمد معايا من مصر، استاذ احمد معايا. السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ احمد، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله والله. اعترف يا استاذ احمد، انا عندي معلومات بتقول ان انت اللي هكرت الشاشه امبارح وقعدت تعرض للسيسي صور وهو بيقول انتم مش عارفين انا حرامي ولا ايه؟ ايه رايك، انت اللي عملت كده ولا لا؟ لا يا استاذ احمد، كل دي افلام. لا لا اللي حصل ده لا ما حصلش حاجه، والراجل ده الناس بتحبه بجد جامد. أيوة. وانا بطلب من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقول له يا رئيس الشعب المصري كله بيحبك، ويا ريت تدينا امر ان احنا ننزل في الميادين كلها عشان تشوف مدى حبنا ليك قد ايه. تمام، فانا يا ريت يا سياده الرئيس ادي امر ان شاء الله للناس كلها، وانت طبعا انت عارف الناس كلها بتحبك، اديهم امر بالنزول ماشي، عشان تعرف مدى حبك للناس قد ايه. سحلوب الجماهير، سحلوب الجماهير عبد الفتاح السيسي. بشكرك يا عم احمد ونورتنا. عفوا، تسلم. ابو عبد الرحمن من مصر، اهلا يا ابو عبد الرحمن. ابو عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام، عامل ايه يا ابو عبد الرحمن؟ الحمد لله يا ابو عبد الله. بقى كده يا ابو عبد الرحمن الراجل يقول لكم تعلموا البرمجه، تقوموا مهكرين الشاشه وحاطين عليها ان السيسي حرامي وخاين وماشي ورا ديل لدول ده، ينفع الكلام ده؟ ترضاها يا ابو عبد الرحمن؟ اقل واجب يا ابو عبد الله والله، اقل واجب. انتوا لسه هتعملوا معاه واجب اكتر من كده؟ ده لسه الجلاشه الكبيره لسه كده في السكه ان شاء الله. في يعني هتعملوا الجلاشه طب ربنا يوفقك. انا ده لسه خلي بالك، دي بدايه يا ابو عبد الله. يعني 12/7 امبارح فيصل، اللي جاي يوم 19، واخد بالك؟ لسه اللي جاي اكتر من كده، وحاليا مرعوب يا ابو عبد الله. تسخين يعني؟ يعني هو بص، هي خلاص بقى بدات خلاص كل سنه. طيب هو من هنا ورايح، هو في عدة تنازل عبد الله، خلاص الموضوع خلص بالنسبه لنا. هو الراجل ده راح في 60 دقيقه، راح ب 60 دقيقه، بس قبل ما يروح ب 60 دقيقه هنحاكمه الاول ان شاء الله. هو قال المحاكمه عندنا بس في مصر، مش بره مصر، ما يفكرش يروح اي دوله ثانيه، لان هنجيبه
وهو سمعنا كويس وعارف مين اللي بيتكلم، عارف الشعب كله ما بيحبوش الراجل ده من يوم ما جه عبد الله واخر بالبلد. ولكن ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا فيه دهوت من نفسنا احنا، مش منهم هم، اللي احنا فيه عشان احنا ساكتين على اللي احنا فيه. احنا مش صابرين لعبد الله، احنا رضينا باللي احنا فيه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لازم يحط علينا اكثر من كده، لازم نطلعوا بنفسنا عشان خاطر نجيب حق البلد ديت، ولازم غزه اللي بتحصل ده عبد الله. انت كل يوم بتشوف مناظر حرام اللي بيحصل دوت. الراجل ده واخد بالك بيطلع يقول لنا على الشات كلام وورا الكواليس كلام تاني. الراجل ده يهودي والله، والله الراجل ده يهودي يا عبد الله، ومش هيكفينا فيهم حكمته هو والعصابه اللي معاه، لازم كلهم يتحاكموا. مش يغوروا في نصيبه، حته يغوروا دي لا، لازم يتحاكموا عشان يبقى عبره لاي عسكري بعد كده يمسك البلد دي، او مش هيمسكها اصلا عشان يفكر يمسكها. لازم يتعمل فيه، واخد بالك، لو فكر بس ان هو يترشح زي ما حصل في تركيا، واخد بالك، انقلاب عسكري العصر. لازم يكون الشعب عنده وعي، انما احنا هنا خلي بالك اللي احنا فيه ده مذله من ربنا عشان خاطر نفهم اللي احنا فيه. شكرا ليك واشكرك يا ابو عبد الرحمن. طبعا يعني انا عارف قصدك ايه، لكن بتحفظ على اي اساءه لاي دين او استدلال بديانه معينه يعني. شكرا ليك ابو عبد الرحمن. حاجه فاطمه معانا، اهلا يا حاجه فاطمه. اهلا بحضرتك، ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك، منوره، ده نورك يا غالي، ربنا يبارك فيك. قولي لي بقى يا حاجه، لما يهكروا يعني ويعرضوا صورتين ثلاثه اربعه كده يفضحوا بيهم السيسي ويقولوا انه حرامي ودلدول للدول وخاين وخان مصر وخان فلسطين وخان البلد والشعب، ايه البطوله في كده يعني من وجهه نظرك؟ والله هو حقيقي اللي حصل اصلا حقيقي، يعني هو خراب مصر اصلا مش فشل ولا غلطه ولا صدفه، دي خطه لمسح مصر من على الخريطه. هو لما صوت الحق يوطه صوت الباطل هيعلى، احنا اللي ساكتين والمال السايب بيعلم السرقه، هدم وباع وكل هو ما هو مربح للشعب. عايزين ايه من سفاح حط ايده في ايد العدو ها على الشعب وبيحكمه وبيحكمنا معاه؟ ده السيسي ده مستنقع الخيانه، خان الله والقسم وخان الرئيس وخان البلد والجيش وخان كل حاجه. عايزين ايه من خاين قال لكم بكره تشوفوا مصر تجر بدم الجندي والمدني وقيادات ودين البلد بالتريليونات، اللي البلد كانت تبني يعني الفلوس دي كانت تبني مصر طوبه من ذهب وطوبه من فضه، باع كل نفيس بالرخيص فيها تحت اي حجه او مسمى بيبيع ويفرط ويتنازل في ثروات الشعب وارض الشعب وارض، باع اماكن اثريه بلعبه الهدم، غيروا ملامح ومعالم وتاريخ الدوله. تشوفوا مصر هدم بيوت وهدم ده وبنى معابد، وبكره تشوفوا مصر الدجال النصاب. مفيش حلول يا استاذ احمد اصلا مع النصاب ده، الحلول اصلا ده حكم سفاه، الا لما يغور البلد هتشوف النور وعجله الانتاج هتدور. شكرا لك يا حاجه فاطمه. كل يعني حاجه في البلد دي مرهونه انه يغور على قوله الحاجه فاطمه. اشكرك جدا، اشكرك جدا على وجودك معايا. محمد من مصر، اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا محمد. قول لي بصراحه، يعني انت لو تملك ان انت تعمل هاكر او تبرمج حاجه، كنت عملت اللي حصل زي اللي حصل امبارح في فيصل؟ هو بصراحه بس انا عايز اوصل رساله بس صغيره، هو انا للشعب المصري، هو انا يعني ليه كل واحد في البلد يا اما سيساوي يا اما اخوان؟ ليه ما يبقاش واحد متضرر من حكم فاسد ظالم؟ ليه ما يبقاش بس الوطن معلش هو مظلوم؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي قال يا سيساوي يا اخوان؟ ما البلد لان اي حد بيطلع يعارض النظام بيبقى اخواني. هو عايز يقول كده، هو عايز يقول ان كل اللي بيعملوا اخوان. ما انا بوصل رساله للشعب المصري، ليه يعني انتوا بتنساقوا في الحاجات دي؟ يعني اي حد بيطلع يعارض بيبقى اخواني، ليه يعني؟ فين حزب الكنبه اللي نزل في 2013؟ فين الالتاس؟ فين الناس دي كلها؟ يعني ازاي يعني كل واحد اخواني؟ الاخوان دول انتوا خلاص خرجتوهم من البلد ودفنتوهم تاني، طب ليه يعني اي حد يتكلم ويعترض يبقى اخواني؟ طيب سؤال مهم جدا واتمنى يبقى فيه رد عليه، بس يعني الرد اللي انا اعرفه ان البلد سايع الناس كلها وفيها ناس كتير، مش بس اخوان ومش بس 6 ابريل ومش بس اشتراكيين ثوريين، لا في ناس مالهاش في السياسه بس هم مصريين وليهم راي ولازم يبقى رايهم كمان محترم ومقدر. فارس من مصر معايا، اهلا بيك.
ايوه يا باشا، يا احمد ازيك يا حاج فارس؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ايه يرضيك اللي حصل في الراجل كده يطلعوه على المسرح امبارح ويخلوا اللي ما يشتري يتفرج عليه؟ ما دي بدايه دي يا استاذ احمد، ان شاء الله بامر الله بامر الله. انت شمتان فيه ولا ايه يا فارس؟ انت شمتان في السيسي؟ انا ده انا اسمي فورم السيسي. ايه؟ ما سمعتش، اسمع علينا. كمل كلامك. بقول لحضرتك دي بدايه، دي بدايه ان شاء الله يا استاذ احمد، دي بدايه. يعني مش حركه كده وتعدي يعني؟ لا لا لا، الناس اتجرأت خلاص، الناس اتجرأت، الناس اتخنقت. تمام. هنشوف يا عم فارس، بشكرك جدا. ابو محمد من مصر معانا؟ مش معانا، فقدنا الاتصال بيه. نروح ليبيا، تريس عبد الله معانا، اهلا بيك. السلام عليكم يا اخ احمد. السلام ورحمه الله. شنو الجو؟ حاب نحييك ونحيي الدايه بتاعك الطيبه والله. اهلا وسهلا بيك، تفضل يا فندم. والله فكره عبقريه بصراحه يعني. ايه رايك؟ بره الصندوق، جديده. ايه جديده، وهذه المفروض هذا التعامل، هذا العصابه هذا التعامل معها بالطريقه هذه. لازم تفكر بالتفكير هذا. هذا ما تفكرش معاه تفكير دولة، تفكر معاه تفكير عصابة. تفضح. وهدايا، وهذا بارك الله فيه الناس اللي دارت هذه ومزيد من الحاجات هذه. بس شطت راس النظام والنظام هذا التفاح هذا. لابد. طيب هذا انت شايف يا عبد الله ان دي حاجات يبنى عليها، يعني حاجات كيف هتتطور ولا؟ هي الثورة تبدأ من شرارة يا شيخ. أيوه. كيف؟ هي هذه واحدة من الشرارات، هذه راهو مسمار في نعش بتاع الدولة والنظام هي. في مثل جزائري عن الموضوع ده انا بحبه، يعني بيقول من القطر للقطر تملأ الوديان، يعني نقطه نقطه الوادي بيتملي من المطر. انا اكيد بدايه تسلم درجه. تسلم يا عبد الله. انا بشكر جدا اهتمامك بالشان المصري، لان احنا كلنا واحد. انا عارف لو نصلح الحال هنا هنصلح الحال هناك. شكرا ليك، وسلم لي على اهل ليبيا اللي ببعت لهم التحيه من خلالك. معايا اتصال. ابو خالد معانا؟ ابو خالد معانا يا جماعه؟ ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا ابو خالد؟ عامل ايه؟ ازيك يا استاذ احمد؟ قول لي بامانه يا ابو خالد إيه؟ الله يبارك في عمرك، انت عندك كم سنه؟ انا عندي 61 سنه. الله يبارك يا رب. تصنف نفسك راجل طيب؟ والله بص انا عاوز اقول لك حاجه يا احمد، كلمه دين وسودان لما تدين وسودان. لا انا بسالك انت دلوقتي، انت بتصنف شايف ان ابو خالد راجل طيب؟ انا لا مش سامع حضرتك كويس. انا بسالك انت راجل طيب يا ابو خالد ولا لا؟ الحمد لله. طيب وانت يعني راجل طيب، ترضى الفضيحه اللي فضحوها لعبد الفتاح السيسي امبارح دي وحطوا صور ربنا يفضحه كمان كمان. طب ماشي كمل بقى. هقول ايه والله يا استاذ احمد، انا عاوز اقول لحضرتك حاجه. الراجل ده عدى حدوده بحدود، يعني الراجل ده هو عدى حدوده. يعني انت شايف ان الموضوع ده هيتطور ولا حركه وراحت لحالها؟ ان شاء الله بمشيئه الله تعالى هتتطور، هتبقى مين هو عمله هيتعمل فيه واكثر، ومن نفس الفئه اللي هو فيها ان شاء طيب. الله انا بشكرك يا ابو خالد، وعايز اقول حاجه، ان العيار اللي ما بيصيبش بيدوش، وان طول انا بشكرك يا ابو خالد، ان طول ما هو عمال يتحط من قدره والجيش بيتحط من قدره هو كمان بالسيسي، فاللي عنده طموح واللي عايز ينقلب واللي خايف على البلد واللي خايف على مصالح الجيش هيشيله بكره بوضوح. يعني كتر ما بيتهان وبيتهان الجيش فيه، ما هو انت دلوقتي الجيش ده فيه ناس كويسه وناس وحشه، فالناس الكويسه يسئهم ان يبقى متاخد العاطل في الباطل. وخد بالك الجيش ده ما هو ناس مننا برضه، وفي منهم وكتير انا عارف بيختلفوا معايا في ده، بس انا مصر عليه، ان في منهم ناس وطنيين يا جماعه. الجيش فيه ناس وطنيين بيسئهم عبد الفتاح السيسي. هو بيديهم فلوس اكتر والعربيات بقت احلى والشقق بقت اجمد، بس كمان ابوك وامك وعيلتك واهلك والبلد عايشه في كرب. ففي من الجيش ناس مش عاجبها ده، ومع الوقت اللي مش قادر النهارده بكره يقدر،
واللي عنده فكره بكره تكبر، واللي لوحده بكره يبقى معاه ناس كتير ويقدر يعمل اللي هو عايزه. طيب معايا اتصال، انا نسيت والله قلت لي مين. مجدي، استاذ مجدي معايا؟ ايوه ايوه. استاذ مجدي عامل ايه؟ ايوه ابو عبد الله. فين ابو عبد الله؟ مش عايز. انا معاك اهو والله. انت عامل ايه؟ طب طمني عليك يا عم. فين ابو عبد الله؟ امال انا معايا ولا ايه؟ والله معاك اهو سامعك. انت بس بتسمع التلفزيون. ايوه ابو عبد الله. سلام عليكم. انا من بدري واقف معاك. واقف ما شفتكش، كنت في اخر الطابور. ايوه ابو عبد الله، الله يكرمك. منورنا يا عم مجدي، انت عامل ايه؟ طمني عليك. انا في البدر قاعد مستنيك يا ابو عبد الله، انت بتتكلم مع الراجل. معلش ما بقول لك حبيبنا زي كده. قول لي بقى ايه رايك في اللي حصل امبارح في فيصل بامانه؟ ايوه بلاش التلفزيون يا عم مجدي. شوف بقى التلفزيون. الحمد لله بخير. لا 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 لا، هرجع لك تاني. الحمد لله. هرجع لك تاني تكون بطلت تسمعني من التلفزيون. خلوه على الخط يا جماعه، هرجع له تاني. معايا اتصال تاني من غيره. استاذ مصطفى اهلا بيك. اتفضل يا استاذ مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك يا رب. ايه رايك في اللي حصل في فيصل امبارح ده؟ ليه اللي بعده؟ والله انا رايي اللي حصل في فيصل المفروض ان الموضوع يتطور اكتر من كده يا استاذ احمد، وان الشباب اللي بيعرف يرسم وبيعرف يبدع في الشوارع وبيعرف يرسم حاجات يعملوها، بس اهم حاجه يحافظوا على امنهم، لان الحاجات دي رسائل. كمل كمل انا سامعك. رسائل للناس، يعني الناس لما بتشوف الحاجات ديت. انا عن نفسي والله النهارده لما شفت المنظر ده وشفت الفيديو، والله كنت في قمه السعاده وكنت في قمه الانبساط، لان هو ده مستواه. كنت في قمه السعاده. انا اعرضه لك تاني. هاتوا لنا يا جماعه الفيديو يا جماعه، طالما والله يا استاذ الحاج مصطفى ما فرحان. كمل كلامك، هعرضه بعد ما تخلص كلامك. الشباب اللي بيعرف يرسم على الجدران وبيعرف يرسم على الحيطان، كل دي اعلانات، كل دي حاجات وسائل بتوصل للشعب ان الشعب غضبان والشعب زعلان، وان احنا خلاص احنا اتخنقنا. اهو الفيديو قدامك اهو. هشكرك وهسيب الفيديو مع حضرتك عشان تتفرج عليه والساده المشاهدين يتفرجوا عليه. وخلوها يا جماعه قدامنا كده، خلوا الناس عشان تبقى عارفه ايه اللي حصل امبارح في فيصل. ام محمود اتفضلي يا ست ام محمود. يا ست ام محمود. السلام عليكم. عليكم السلام، ازاي حضرتك؟ الله يسلمك. يرضيكي. انا من فيصل. ابا ايه اللي عملتوه كده؟ ايه يا ام محمود يا يا جماعه، عايزه اعمل لك حاجه. بلاش 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 المظاهرات بتاعت يوم الجمعه. اللي ننزل التقطيع صوره، يا اما نعمل عليه اكس بالاحمر. ايه تعملوا اكس؟ نعمل حركات جديده زي دي يعني؟ نطلع بلاش المساجد. تعملوا اكس زي دي يا ست ام محمود؟ اكس زي اللي احنا عاملينه. طيب ماشي. ايوه على كل صوره. دي البدايه، ومفيش تجمع من مساجد، نطلع من المساجد. هنطلع من دلوقتي المحلات مقفوله، حلو قوي. نتجمع نطلع على الدائري، نقفل الدائري، هتنزل عربيات بالملايين. بلاش المساجد. ننزل 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 في كل مكان، في كل حته. مش هيعرفوا يسيطروا. كل صور اللي في الشوارع يتعمل عليها اكس. ببلاش. لا استني بقى كبير. استني بقى يا ست ام محمود بقى، ده الموضوع ده بتاعنا احنا. خلينا نطلع احنا الطلعه دي، ده انا عمال بعمل لكم اكس عليه بقى لي قد ايه. خلاص يا جماعه، يبقى خلوا فكره الشباب بقى اللي قاعدين. أيوة. الشباب بقى كل الصور اللي متعلقه في كل حته يتعمل عليها اكس بالاحمر. وننزل ننزل المظاهرات على تجمعات على الكباري وفي الاماكن في كل حته. مش هيقدروا في المساجد، بيقدروا يسيطروا عليها. صحيح. شكرا يا ست ام محمود، بشكرك جدا. ست ام محمود بتقول اقتراح كويس جدا، احنا بادئينه من فتره، وهي بتحاول او بتقول يا ريت تعمموه يعني على الارض كل صاره، يا اما تقطعوها يا اما تعملوا عليها اكس بالاحمر زي كده. ده اقتراح ست ام محمود، وبتقول لكم يا جماعه ما تروحوش اطلعوا من الجوامع عشان هم منتظرينكم هناك. اطلعوا في اي مكان تقدروا تتجمعوا فيه وتكون مفاجاه يعني. ابو نور معانا من مصر، اهلا يا ابو نور. اهلا بيك يا استاذ احمد. ازي حضرتك؟ الله يخليك. ايه رايك الكلام ده؟ ليه اللي بعده ليه ما بعده، ولا حاجه كده وراحت لحالها؟ طبعا يا استاذ احمد، احنا عاوزين يعني زي ما هم تعبنا او هو بيتعبنا، احنا لازم نعمل له سياسه انهاك. الانهاك انه مش لازم ان انا افضل ابرمج يافطه او ابرمج شاشه، ما بالقلم بالقلم في اي حته
زي ما الاستاذه قالت، واخد بال حضرتك؟ وبعدين حضرتك بتتكلم ان في مصر ناس محترمين، ناس محترمين كتير، وفي ناس منتفعين للنظام ده، يعني في الجيش هتلاقي ناس منتفعين، في الاعلام ناس منتفعين، في الممثلين، في لعيبه الكوره، ولكن في ناس تانية تعبانين. صحيح، الاغلب فالناس هي لازم نتبع سياسه الانهاك معاهم، طالما احنا ما نعرضش الناس للخطر. على فكره الدعوات اللي عدت دي انا بعتبر ان هم اللي كانوا عاملينها عشان يقيسوا ان الشعب هيعمل ايه، هينزل ولا مش هينزل. لو مش هينزل استنى في خلال اسبوع اسبوعين كهرباء، البنزين هيزيد، خلاص هم عرفوا ان الشعب مش هيعرف يعمل حاجه. لكن هي احنا في اي حته مش لازم يبقى شيء متبع. فعلا زي ما قالت الاستاذه، مش لازم يبقى من الجوامع، يعني ممكن مجموعه يطلعوا في حته ويخرجوا وينزلوا تاني. اشكرك ابو نور، هنفتح مجال للكلام ده في الحلقات الجايه ان شاء الله. انا عايز بس اعرض مع لحضراتكم فيديو باعة من الباعة الجائلين بيقطعوا طريق في بورسعيد اعتراض على قرار المحافظ الجديد اللي أمر بإزالة العربيات بتاعتهم بالرغم ان هم بيدفعوا تأمين وبيدفعوا ضرائب. طيب يعملوا ايه؟ بيروحوا يقعدوا بطالة، يروحوا يسرقوا، يروحوا يتاجروا في المخدرات، يعملوا ايه؟ شوف معايا الناس والمعاناة اللي بيعانيها قطاع مهم وهو قطاع الباعة الجائلين في محافظة بورسعيد. بيدفع كهرباء، بيعمل ايه؟ كل حاجه للدوله بيدفعها، شويه شاي وشويه قهوه بنبيعهم، كرسي واحد بيقعد. ما كل الكلام ده خلاص، حرامي الغدار، الحرامي اللي ساكت، الحرامي عشان مع الزيت، الحرامي اللي احنا بنشتغل بموت الله ونشتغل بحرام ربنا، ده الحرام على سنوات. انا هقعد في الارض، هجيب عيالي وهقعد في الارض، انزل المحافظ الدوله كلها تنزل. دي معاناة لقطاع مهم، قطاع ناس بتاكل من عرق جبينها. فلما تضايق عليهم انت منتظر ايه؟ يروحوا يعملوا ايه يعني؟ يتاجروا في المخدرات ولا يتاجروا في الاعضاء ولا يتاجروا في الجنس ولا يعملوا ايه؟ يعني بعض من العقل. عندنا محافظ جاي من السجون غاوي اللقطة، قبض على الست وبص وخد بيها. والله انا عجبني موقفها جدا لما دخل البيت وقال لها بطاقتك في الدقهلية، سابت له البطاقة ومشت. اللي هو يا عم انت جاي ترازينه، يا عم مش ناقصين قرف. وادي واحد تاني رايح ياخد عربيات الناس، يزيل عربيات الباعة الجائلين مع انهم بيدفعوا ضرائب وبيدفعوا تأمينات، ودي في بورسعيد. هتلاقي بشوات لواءات. كل عام وانت بخير. طيب دانيال من امريكا معايا، اهلا دانيال. طب للاسف فقدنا الاتصال. ناخد ابو احمد من مصر سريعا. ازيك يا استاذ احمد؟ ازاي حضرتك يا ابو احمد؟ ان شاء الله تكون بخير. الله يكرمك، الحمد لله. ايه رايك اللي حصل في فيصل ده، هيتبني عليه حاجه ولا لقطه وتعدي؟ لا لا لا، دي بدايه ودي بدايه الشعب المصري. ما شاء الله، دي بيورينا ان الشعب المصري مبدع، واللي جاي هيبقى افعل من كده وهيبقى اكبر من كده. أكيد هيتبنى عليه، أكيد هيتبنى عليه حاجات أكبر من كده كتير بإذن الله. أكيد، وده بيتدرق الشعب المصري طبعًا، بيتدرقه بإذن الله. تمام؟ واللي حصل اللي بيحصل دي نفس اللي بيعمله الرئيس بتاعهم، بيعمله هو. بياخد اللقطة على حساب الشعب المصري. صحيح، على حساب الغلابة. صحيح. أشكرك يا أبو أحمد، نورتنا. أشكرك جدًا. ومفيش دولة بتمشي باللقطة. ونسأل ست مياسين معايا، ايه رأيك في اللي حصل في فيصل وايه نصيحتك للشباب في مصر؟ اتفضلي. انا بصراحة نفسي اقول ان اللي حصل في فيصل ده نفسي يتكرر في كل ميادين مصر، لان احنا خلاص كشعب احنا ضجينا، احنا خلاص تعبنا، حرفيا تعبنا من كل حاجة، لا تعليم ولا صحة ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجة. انا مش عارفة هو ماسك فيها ليه ومثبت. انا مش فاهمه. فخلاص تعبنا بجد، احنا بنقول له ارحل عشان خلاص قرفنا من خلقتك، ارحل وسيبنا. كل حاجه في البلد تقلب، مفيش اي حاجه عايزه في البلد. فخلاص تعبنا. نفسي اوصل صوتي لكل الجمهوريه والله، عشان كل الجمهوريه تسمعني. فخلاص تعبنا
وحسبي الله ونعم الوكيل في النظام الحالي، حسبي الله ونعم الوكيل. ونعم بالله. بشكرك يا مهسين، شكرا لوجودك معايا. بمناسبه اللقطه تعالوا كده ناخد ملف على السريع. كامل الوزير، وكيف تكون الخرسانة أفضل من الوطن أحيانا؟ الجهد اللي هتشوفوه ده جهد شابة، ربما تكون صحفية أو لا، بس هي عملت الجهد ده وإحنا بننقله لحضرتك. هي عملته على حسابها على منصة إكس، هي اسمها عائشة وعيشة السيد، وإحنا بننقله لحضراتك لأنه جهد مقدر بصراحة. قالت لك إيه يا سيدي؟ اليوم السابع بتقول لك تعالى شوف معايا إزاي الفساد اللي حاصل في البلد، وازاي بيبوظوا لنا كل حاجه في بلدنا، وبييجوا في الاخر يمنوا علينا ويقولوا انهم يعني عاملين اللي ما حصلش وعاملين احسن حاجه في الدنيا. ده كلام عيشه السيد اللي هنتابعه دلوقتي مع بعض. عيشه جابت لنا ايه يا جماعه؟ جابت لنا من اليوم السابع 2020 قرض مشروع المونوريل. قرض مشروع المونوريل ده يا جماعه اتقال لنا انه هيبقى ب 1885 مليار يورو. ده اللي قالوه قدام حضراتكم اهو. الكلام ده في 13/8/2020. الرئيس التنفيذي البنك جي بي مورجان تشيس جيمي ديمون قال: اود ان اعبر عن مدى الحزن العميق الذي نشعر به جميعا ازاء الهجمات المروعه الاخيره. طب ده مش بتاعنا. طب ما علينا ما علينا، خلاص نشوف اللي بعدها. عندنا، طب انا عندي فكره عشان الوقت، احنا هنقفل الملف ده يا جماعه ونفتحه بكره كامل الوزير ده، لانه ملف كبير وبصراحه الوقت مش هيسعفنا. خلينا نقفل الملف ده نحتفظ بيه لبكره، واوعدكم ان احنا هنتكلم عن كامل الوزير، الخرسانه افضل من الوطن احيانا، ولكن الملف فعلا كبير واحنا عندنا غزة لازم ما ننساش اللي بيحصل في غزة ونتكلم فيه. فبستسمحكم نقفل الملف ده ونفتحه بكرة إن شاء الله. ودلوقتي نروح ننتقل إلى غزة وملف غزة وأهل غزة، ونشوف جديد الحرب وجديد المعارك وجديد العدوان على قطاع غزة وعلى أهلنا الفلسطينيين المحاصرين المجوعين المنكوبين في القطاع. نشوف الجديد بالرواية الفلسطينية على لسان المقاومة الفلسطينية، وبلسان او بالروايه الاسرائيليه بلسان جيش الاحتلال الاسرائيلي ورواياته العسكريه. نتابع مع بعض. جديد الحرب في غزه. اولا، كما اعلنتها المقاومه الفلسطينيه، سرايا القدس يخوض مجاهدون اشتباكات ضاريه بالاسلحه الرشاشه والقذائف المضاده للدروع مع جنود واليات العدو وسط مخيم بينا بمدينه رفح. كتائب القسام تعلن تمكن مقاتليها من رصد قوه خاصه تسللت متخفيه داخل شاحنه مساعدات، وعند وصولها الى مفترق المشروع شرق رفح ودخولها احد المنازل، تم الاشتباك المباشر معها من مسافه الصفر بالاسلحه الخفيفه وقذائف الافراد وايقاع جميع افرادها بين قتيل وجريح. حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في محيط ثكنه براينت بالاسلحه الصاروخيه وحققنا اصابه مباشره. ثانيا، كما اعلنها الجيش الاسرائيلي، قام سلاح الجو خلال اليوم الاخير بضرب عشرات الاهداف في جميع انحاء قطاع غزه، وفي احدى الضربات قضى سلاح الجو الاسرائيلي على مسلحين يراقبون قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ويشكلون تهديدا لهم. ليبرمان: جنودنا يعانون من الكوابيس والاقتصاد ينهار والدبلوماسية تتآكل والشمال يحترق وإيران مستمرة في تسليح نفسها. .283 يوم تم فيهم إلقاء كم كبير من المتفجرات ومن الصواريخ ومن دانات المدافع، واللي من البحر واللي من البر واللي من المدفعية، وحالة ما يعلم بيها إلا ربنا. ده طبعا ناهيك عن قصف الطيران. أنا عندي صورة إهداء لقيادات الجيش المصري، عندي صورة الصورة دي بنهديها للقائد الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام للقوات المسلحة وقادة الأفرع والجيوش والكلام الكثير الجميل ده. جندي إسرائيلي في جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة بيرتدي زي ما حضراتكم شايفين
تيشيرت اسود وعليه خريطه، هو شايف ان دي خريطه اسرائيل. ركز كده فيها شويه، بص على الخريطه، هتلاقي الخريطه موجود فيها كل ارض فلسطين، لا في 48 ولا 56 ولا 67 ولا سلطه فلسطينيه ولا اتفاقيه ولا اي حاجه. التيشيرت اللي بيلبسه الجندي ده عليه خريطه اسرائيل كما يريدها هو، بكل اراضي فلسطين بجانب كل شبه جزيره سيناء زي ما حضرتك شايف. الصوره دي اهداء الى القاده الكبار. الجنود هناك يا جماعه، بعض الجنود زي ما اللي ظاهر قدامنا ده لابس تيشيرت عليه خريطه خريطه اسرائيل كما يتصورها هو، ويتشمل على كل الاراضي او تشمل كل اراضي فلسطين التاريخيه بالاضافه الى شبه جزيره سيناء المصريه. شبه جزيره سيناء المصريه. وكرر معايا وقول علشان ما يجيش يوم من الايام يتقال لنا هي سيناء مصريه. سيناء مصريه بالتاريخ وبالجغرافيا وبالدم وبالحق وبالباطل وبالمزاج وبالدراع، هي طول عمرها مصريه وهتفضل مصريه، حتى لو لقيت مطيه تفرط في تيران وصنافير، ولكن محدش هيفرط في حبه رمل من رمل سيناء. المشاهد في قطاع غزه بتعبر عن مجازر يوميه، عن ألم، عن خيبة أمل للشعب الفلسطيني اللي بينتظر المدد من إخواته العرب، لأنه مش شيء منطقي. العالم الغربي بيساعد إسرائيل لأهداف ما، لأنهم شبه بعض، متفقين مع بعض، بينهم حاجة، الله أعلم. فالطبيعي أن العرب يساعدوا الفلسطينيين. يا عم محدش بيقول بالسلاح، لا 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 لا، بالأكل والشرب والدواء والحاجات دي. فتخاذل ما بعده تخاذل بيعاني منه الناس وبيشتكوا منه على الانترنت وعلى السوشيال ميديا واحنا بننقله لحضراتكم. وعايز اقول لك المشهد في قطاع غزه امبارح، تم قصف مدرسه تبع الأونروا، والأونروا دي مؤسسه امميه والاماكن بتاعتها ممنوع قصفها واحداثياتها مع جيش الاحتلال الاسرائيلي. امبارح قصفوا المدرسه دي للمره الثانيه ولا للثالثه، وحتى ما رضيوش يقولوا ان هو اصل كنا بنستهدف لا محمد الضيف ولا الزهار ولا السنوار ولا عز الدين القسام، ما قالوش اي حاجه. خلاص هو بقى عادي ان هم يقتلوا الناس حتى في اماكن اللجوء الدوليه. ففي حاله الاشلاء، لان امبارح كانوا بيجمعوا الناس اشلاء، كان في طفله قاعده لوحدها نجت من القصف، ومشهدها او منظرها بيعبر عن كل حاجة ممكن الناس تفكر فيها أو تقولها بلا كلمة، ولا كلمة. تشوف معايا طفلة فلسطينية وتخيل إنها بنتك بس مش أكتر، عربية زي العرب اللي موجودين في مصر وفي ليبيا وفي السودان وفي تونس، عربية زي العرب اللي في العراق وفي السعودية وفي اليمن وفي العمان وفي قطر وفي الكويت وفي الإمارات وفي البحرين، عربية زي العرب اللي في سوريا وفي لبنان، عربية زي اللي في الجزائر وزي اللي في المغرب وفي موريتانيا، دمها دمنا وشبهنا ومنا وفينا. والتخاذل اللي وصل للبنت دي يتكتب فيه مجلدات. أنا مش شايف غير إنها بنتي وأنا عاجز، لأن في أنظمة متآمرة منعتني من نصرتها، من حمايتها حتى جوه الأماكن اللي المفروض العالم بيوفر فيها حماية للاجئين الفلسطينيين اللي كل ذنبهم انهم موجودين هنا عشان في حد خد ارضهم وبلادهم وغيطانهم وبيوتهم فاضطروا يكونوا لاجئين. تعالى اوريك على فيديو لراجل فلسطيني هو ومراته قدموا لغزة اكتر من اللي قدمته دول، وبيقوموا بجهد بعربية كرو، عربية بحمار، الجهد ده عجز عنه دول. والله العظيم الجهد اللي هتشوفوه في الفيديو للراجل الفلسطيني الكبارة ده، الجهد ده ربنا يجزيه عنه خير، لأن عجز عن الجهد ده، عجز يقوم بيه دول.
بجيوش ومش عارف ايه وبسيادة الامين وبصاحب السمو ايه، شوف جهد الراجل وانت تعرف ان ما حكى جلدك ايه غير ظفرك، مفيش حد هيطبطب عليك غير اللي منك، ومحدش هيشيل جثمانك غير اللي ليك. شوف يا عالم كيف، شوف يا عرب كيف. ايوه ما هو لازم يقول شوف يا عرب، ما احنا اهله. ما تتحمقش قوي وتقول وش دخلنا واحنا مالنا ايش علينا، لا دول اهالينا فطبيعي يكلمونا. هيكلم مين؟ هو بيدفع الثمن مش عشان بس فلسطيني، عشان عربي. الجولان ما فيهاش فلسطينيه، وجنوب لبنان ما كانش فيه فلسطينيه، وسينا لما احتلت ما كانش فيها فلسطينيه، لا كان فيها عرب زيهم زي العرب اللي موجودين دلوقتي في غزه. تعليق خالد الصافي على الفيديو اللي شفناه مع بعض عشان بس توثيق نبقى عارفين مين ده. عمار وزوجته خدموا افضل من كل المؤسسات الامميه التي تعمل في غزه، تطوع رغم الخطر دون تنسيق مع الاحتلال لنقل جثامين الشهداء في مناطق استهدافهم لدفنهم بعدما فشلت تلك المنظمات في ان توفر عربه او حتى حمار لاكرام الشهداء بدفنهم في حرب الاباده التي يشنها الاحتلال على غزه بلا رادع. الحاج عمار ومراته ربنا يكرمكم يا رب. طيب عايز اقول لك ان في جريمه بعيده عن الفكر. طفل او يافع شاب صغير عنده متلازمه داروين، فدخلوا عليه جيش الاحتلال، دخلوا عليه كلب مفترس، فهو فكر ان الكلب جاي يلعبه، فيقول له خلاص يا حبيبي، فكان ما كان من الكلب ده الا انه اكله، افترسوا حيا. تعال اقرا معايا التوثيق عشان تبقى عارف اللي بيحصل، ايه الناس بتعاني ايه. سهيله بتقول سيبني يا حبيبي خلاص، كانت اخر كلمات محمد بألم وهو بيتحسس راس الكلب وفاكر ان الكلب بيدعبه. محمد ارتقى اشلاء بعد ما هجمته كلاب جيش الاحتلال، عقلي ما بقاش عارف يستوعب الاجراء. والله يا سهيله ومين سمحك. طيب عندي مشهد تاني توثيق برضو من كتابه على منصه اكس في تويتر لشيء بعيد عن الخيال، بعيد عن خيالك ان انت تتخيله. شاب جاء على المستشفى ومعاه كيس، بيقولوا له ايه اللي في الكيس؟ قال لهم راس. انا لقيت راس، بدي اعرف لمين، عايزين نعرف بتاعت مين يا جماعه. اتجمعوا فتحوا الكيس بصوا فيها، فواحد صرخ ها هذا ابو جمال، ده ابو جمال، دي راس ابو جمال، بيشيعوا جثمانه دلوقتي واخدينه عشان يدفنوه، وخد الراس في الكيس وجري وراهم. يا شباب استنوا، هاي الراس، لقينا الراس، لقيت راس ابو جمال، قبل ما تدفنوه ادفنوا راسه معاه. مشهد في غزه، مشهد في غزه اهو بيحكيه ابو صالح، بيقول اعترف بان هذه الكلمات هزمتني شهاده قاسيه تقشعر لها الابدان. قبل قليل في مستشفى ناصر في خان يونس حيث مكان نزوحي، ذهبت الى امن المستشفى كي اسلمهم طفل ضائع، فرايت شاب يحمل كيس ويقول للامن انا وجدت راس ويريد تسليمه. قال احدهم افتح الكيس، اغمضت عين الطفل الذي امسك بيديه، واجتمعت الناس حول الراس المقطوع، صرخ واحد هذا ابو جمال، ثم حمل الكيس واخذ يركض خلف نعش للتو، خرج من قسم المشرحه وهو ينادي لقينا راس، لقينا الراس. مشهد في غزه، ولكن في مشاهد للاسف صحيح لاننا بشر نتوجع، وكل العالم حق له ان المشاهد دي توجعه، ولكن في مشاهد تانية للمقاومه زي ما هنشوف مثلا دلوقتي سرايا القدس بتعرض مشاهد من حمم الهاون اللي دكت بيها جنود واليات المحتل في محاور التقدم بمدينه رفح حسب وصفهم. نسمع مع بعض جزء من الفيديو. مشهد تاني، ميناء ايلات يعلن افلاسه بسبب هجمات الحوثيين في اليمن. ميناء ايلات، الخبر بيقول لك ميناء بيعلن افلاسه، بيتكبد مليارات. عايز اوريك كمان صمود اسطوري لام فلسطينيه نموذجيه، اسطوره، وكان في فلسطين من الاساطير البشريه.
فرج الام اللي قدمت اتنين من اولادها وهم بيصلوا في مخيم الشاطئ. لا تعليق، لا تعليق غير الخزي. الواحد يحس بالخزي ان الناس قاعده تموت، المدنيين قاعدين يموتوا ويقصفوا بقالهم حوالي 10 شهور صمت مطبق. مش بس كده، ده محمد الطالبي عميد كليه العلوم في الدار البيضاء كان عايز يمنع الطالبه متفوقه اثناء تسلمها الشهاده، كان عايز يقول لها لاعي الوشاح الفلسطيني وكانه عار مثلا. شوف المشهد معايا، البنت المغربيه الاصيله رفضت تقلع الوشاح الفلسطيني، البنت الاصيله فضلت ماسكه في وشاحها وتسلمت شهادتها وقام الكل بتحيتها لانها متمسكه بهويتها. ما هو الوشاح الفلسطيني، الحطه الفلسطينيه، الشال الفلسطيني، ما هو جزء من ثقافتنا، لان فلسطين جزء من ثقافتنا، كانت ولا زالت ويجب ان تبقى هكذا. تحيه لبنت المغرب المحترمه، تحيه لبنت المغرب اللي تمسكت بالحطة والشال الفلسطيني وتمسكت بجزء من إنسانيتها وجزء من كونها مغربية. لأن اللي بيعرف المغاربة بجد، لا، المغاربة قلبهم قلبا وقالبا مع فلسطين، من أكثر الأماكن اللي فيها مظاهرات الآن في الوطن العربي هي المغرب، في طنجة وفي الدار البيضاء على الأقل. امبارح خسرت بريطانيا، خسرت إنجلترا قدام أسبانيا في كاس أوروبا، وأثناء المقابلة مع قناة سكاي نيوز، مش العربية، سكاي نيوز الأصلية بقى، مراسل القناة كان بيكلم مشجع إنجليزي، فجأة المشجع الإنجليزي بعيد عن الكورة وقال له اللي هتشوفوه دلوقتي. مش غريب إن يعني سكاي نيوز إن المراسل بتاعها يزقه بالشكل ده، ولكن فلسطين حاضرة في كل مكان وفي كل حتة وفي كل وقت وفي كل أوان. حلقة انتهت. بس اللي بيحصل في بلدنا وفي بلادنا، ولما اقول بلادنا، بلادنا العربيه، بلادنا وبما فيها فلسطين وطبعا قطاع غزه جزء منها. يا جماعه، فلسطين مش ترند، فلسطين مجزره اباده مستمره حتى اليوم. ارجو من حضراتكم ان انتوا تفتحوا عينيكم وتشوفوا اللي بيحصل كويس، واللي يقدر على جهد. البعض بقى بيقول على السوشيال ميديا نقاطع، نجدد المقاطعه، واو، محدش يعني يتخلى. شكرا ليكم، بشكركم جدا، وحاسبكم مع فيديو لسيدة يابانية من اليابان بتهتف لفلسطين، عاشت فلسطين. السلام عليكم، في أمان الله.